في إطار الدراسات العليا استكملت الإدارة مجموعة من البرامج التعليمية في انتظار اعتمادها من وزارة التعليم علشان يبدأ ويبدأ نشاط الدراسات العليا في الجامعة. في إطار البحث العلمي أيضا قمنا بإعداد قائمة بأولويات البحث العلمي وفق لطبيعة وخصوصية المجتمع الليبي. أيضا بدأنا في وضع معايير وآليات لكيفية الموافقة واعتماد المشاريع البحثية، كما وضعنا مجموعة من الحوافز زي جوائز تشجيعية لأفضل بحث علمي. أيضا حسنا إجراءات النشر باعتماد مجلة علمية موثوقة في نشر المقالات العلمية والبحوث العلمية. كل هذه الإجراءات تصب في اتجاه واحد اللي هو تعزيز النشاط البحث العلمي في الجامعة وفي المجتمع المحلي بصفة عامة. علشان فعلا يحصل تنشيط للبحث العلمي، أهم مورد من موارد البحث العلمي هو الإنسان، هو العنصر البشري. وبالتالي قمنا بإجراء مجموعة من البرامج اللي هي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري علشان يستطيع أن يفعل هذه الخطط ويقود نشاط البحث العلمي في اتجاه العولمة بإذن الله. لهذا السبب اقترحت مجموعة من الورش العمل اللي هي كلها موجهة لتعزيز قدرات العنصر البشري، اللي هي من ضمنها ورشة العمل التعليمي. طبعا علشان نخلي هذه الورش العمل مفعلة بشكل جيد وتحقق الأهداف بتاعها، مجلس الجامعة اعتمد سياسات اللي هي تنص على أن أي شخص في الجامعة، عنصر خاصة إذا كان تيوترز ولا عضو هيئة التدريس، لازم أن يحقق مجموعة من الساعات المعتمدة في السنة، يعني تقريبا 10 ساعات معتمدة في السنة لازم أن يقوم الباحث أو عضو هيئة التدريس أو التيوترز أن هو يحضرهم طوال العام. واعتمدنا نحن ان كل ورشه عمل تكافي ساعه معتمده. لهذا السبب نحن نسجل في الحضور علشان نعطيك انا في النهايه شهاده تفيد بحضورك لهذه الورش العمل، وبالتالي في النهايه تؤخذ في الاعتبار عند اعاده تجديد العقد او عند الترقيه او اي شيء اخر. فبالتالي تعتبر هذه الورش العمل مفيده وفي نفس الوقت ملزمه للناس ان هي تحضركم وتستفيد منها باذن الله. فهذه اليوم حتكون موجهه اتجاه كيفيه اختيار اولويات البحث العلمي بما يحقق التنميه المجتمع في النهايه، لانه يجب ان يتم الربط ما بين البحث العلمي وبين الدراسات العليا وبين متطلبات المجتمع وإيجاد حلول لقضايا المجتمع. حتجدوا فيه جدول مفروض يكون نازل في على موقع مركز البحوث، فيه كل شهر فيه نشاط ومعروف التايتلز بتاعه ومعروف من اللي بيعطيه ومعروف الأهداف التعليمية بتاعه، يمكنكم الاطلاع عليه علشان أنت تجهز نفسك لحضور الورش العمل اللي هي انت تعتقد ذات علاقه بالتخصص بتاعك او تجدها ان هي مفيده لك في حياتك العمليه والعلميه. فنتمنى من الجميع انه يستفيد من هذه البرامج. نتمنى ان تحقق هذا النشاط المستهدف منك،
وفي نفس الوقت لا يسعني إلا أن أشكر إدارة الجامعة على اعتماد هذه الخطة، وأشكر أيضا أعضاء هيئة التدريس على تفاعلهم وتطوعهم للمشاركة في هذا البرنامج، وأخص بالذكر اليوم الدكتور رفيق المهدوي اللي عمره ما تأخر على تلبية أي دعوة مشرفة له بشأن تشجيع مناشر في الجامعة. أشكركم على الحضور وأتمنى لكم ساعات مفيدة. هذين الاي لودز اللي حنحاول نحققهم في الورك شوب تاع اليوم ان شاء الله. حنبدا باكسرسايز. اي الاي لودز حنحاول اليوم نعرفوا شنو الديفينيشن تاع الريسيرش برايورتي سيتنج، نعرفوا هاو تو ديسايد هو شود بي انفولفد ان سيتنج ريسيرش برايورتي. هنديروا listing the steps of research priority setting exercise. هنديروا defining the level of research priority setting. Collecting the required. نعرفوا كيف هنديروا collection the required data to inform the research priority setting exercise. هنعرفوا different methods about generating a research priority. وranking the generated priorities. هذين اللي هنحاولوا اليوم مروا عليه. هنبدأ بسؤال. طبعا من سبق له إجراء بحث عن سوق المطلوب بيته، لأن في واحدين آي تي. كي ما اللي دار بحث من قبل؟ تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كي تقريبا كلكم على الأقل دارين مرة بحث. جود. السؤال اللي بعده، ليش اخترتوا البحث هذا بالذات اللي درتوه؟ كل واحد يعرف البحث بتاعه شنو عنوانه وشنو موضوعه. ايش معنى اخترت هذا؟ ها؟ لا علاقه بالتخصص بتاعي وممكن يكون محتاجينها. شنو الحاجه اللي محتاجينها؟ يعني شنو الفائده اللي حسيت انها حيحتاجوها، يعني انت حيقدمها البحث؟ نتائج البحث انها فائده. انا عارف شنو هو البحث، يعني اعطيني عنوانه او نتيجته شنو كانت باش تعتقدي انها مفيده. الالكترونيك ريكوردز. اها. وانت كنت بتعرفي ليش ما يبوش يستعملوهن؟ ليش مش مطبق؟ تكتشفي الباريرز، واكتشفتي باريرز. وفي رايك ان اكتشاف الباريرز هذين هذا شيء مفيد للمجتمع، والله هذه حاجه بس انترست بتاعك انت؟ اوكي، ممكن الاثنين. تمام، جود. في حد اخرى داير بحث اخرى؟ ها. نفس البحث انت درتيه في ايات الكيش وانت درتيه في 1200 في ميكانين مختلفات. باي انتم من نفس كليه صح؟ وفي نفس الدفعه ولا؟ ودرتوه في نفس الوقت غالبا. باي هل تعتقد ان في فائده من درته في ميكانين في نفس الوقت؟ مش انتوا تشوفوا الباريرز انتم اثنين ولا؟ انا على الالكترونيك بريسكريبشن. بريسكريبشن وانت الالكترونيك ريكوردز. جود. تمام. اي غيره؟ ها. انا بتعيد كان في المرضى مش على المنطقة. آه. على بريكليجل موديولز كان خلايا. يعني كان لابوراتوري ستادي. بيزك ريسيرش. جود. وهل تعتقد ان الفائده ان طلع في فائده بان عليك في التجربه هذه، تعتقد انها ممكن تترجم الى فائده يستفيدوا منها الناس او لا؟ هي مازال في ستبس واجد. اي لكن اوكي، يعني مبدئيا هيك. تمام جود. غيره؟ اها.
احنا البحث بتاعنا كان عن ايز انهبيتر اند الايفكت بتاعها على الكواليتي اوف لايف. اها. فكان عندنا تو تايب للهايبرتنسيف بيشنت ياخذوا في ايز وفي اربس اخرى مجموعات اخرى. فلقينا ان الناس اكثر تشتري كان في الاربس مع ان الايز انهبيتر ارخص منه. فكنا بنعرف هل الايفكت بتاع الايز يحسن الكواليتي اوف لايف اكثر ولا لا. في النهاية لقينا ياسر أنه يحسن في كواليتي اوف لايف. يعني الأيس كان أحسن من الأربس في الدراسة بتاعكم. جود. شباب في تحكوا لي حاجة؟ مش ضروري يكون البحث طبي يعني مهم أنت بحث درته وفي راسك أكيد في فائدة منه تبي تحققها. تو عندي في واحد يقيس في اليوزابيلتي بتاع سيستم. لوكال ديفلوب سيستم أبلكيشن عندي طالبة تشتغل معايا. طبعا السوفت وير سيستمز هذينا في شركات تو محليه كثير في السوفت وير سيستمز ونحن بنقيس اليوزابيلتي بدل اليوزابيلتي نتاع السوفت وير سيستم نظري. يعني مدى سهوله استخدامها مدى الفانكشناليتي نتاعها حاجه كذا. تمام جود. ما اللي فكر تو مش بحث داره يبي يدير بحث جديد مازال ما بداش فيه ولا غير فكره قاعده في راسه كذا كلكم عندكم افكار صح؟ والله في واحد ما عاش فيه إن اللي درتوه خلاص كذا كل واحد في راسه أفكار يعني مرات عشرات الأفكار ومرات ما يديرش بكل لكن دي ما فيه أفكار ماهي شنو الفكرة اللي توا قاعدة بيرنينج عندك وتبي تديرها حاس إنك قرر نحصل فرصة حنديرها البحث هذا في ها قولي لا مش بغض النظر عنها صعبه لكن حاسه ان انت بتديريها بنبحث عن الكوز بتاع الديفيشنسي بتاع الفيتامين دي بيصير في ليبيا هذا ليش كل الناس عندها تمام يعني انت ملاحظه ان في تحاليل دي مجيبا في لو فيتامين دي وزعمك عريش فهي تبي تدوري انت عن الكوز جود في حد اخر عنده فكره اخرى؟ ها دي ان اي اها ليش اكثر وحده فين البي سي ار بس تفيد بها هل في وحده ثانيه ممكن تفيد نفس تعطي نفس النتائج تكنيك اخر يعني لتشخيص شنو كورونا قصدك انت مثلا والله شنو سبيشال في الكورونا ممكن اذا كان في اي في راسك في فكره معينه بتجربيها يعني غير البي سي ار يس شنو مثلا ما هي انا نشوف اذا كان في غير انت تبي تدوري اذا كان في حاجه اخرى باه مازال انت ما وصلتيش للفكره اللي بتديريها تمام جود باه ليش اخترت الفكره هذه اخترت انت فيتامين دي بتشوفي الكوزز ليش اخترتيها قلتي لانها شائعه في المجتمع وما لهاش تفسير تمام باه اذا كان عرفتي السبب شو الفائده حنحصلوها المشكله لما تعرف الروت كوز يسهل حل المشكلة أي بروبلم ما تقدرش تحلها أنت تعرف الروت كوز بتاعها ولا وإلا حيقعد هيك تخبيط وخلاص لازم توصل للروت كوز بس تقدر تحل المشكلة تمام جود هل في واحد عنده مجموعة أفكار مش فكرة واحدة يدعي كان قادات في راسه كل ما اليوم ينوض عنده فكرة بحث واحد أخرى فكرة بحث واحد أخرى يقرأ موضوع يخطر عليه فكرة بحث يتفرج على التلفزيون يخطر عليه فكرة بحث تلقى عندك عشرات الأفكار في رأسك ولا تخيلي هذه الأغلبية هكا هي صح تمام تقدر ترتبهن في دماغك بحسب أهميتهم بالنسبة لك لا خلينا هنا بحسب الأهمية طب بإمكان التطبيق حنجاوب بعدين بالنسبة لك أنت لو كان كل حاجة توفر لك حتختار أي واحد نادين هو الأول الديرة حتى لو بحث خيالي لكن يقول لك افترض بأن الإمكانيات توفرت المادية والفنية والبشرية حتقول والله هنا في فعلا في فكرة وكان هذه أمنيتي نديرها تحط أي رقم واحد بعدها ما زال في إمكانيات أخرى وين الفكرة اللي بعدها الثانية تجي هذه تقدر تديرها في راسك هكي تمام هو هذا الريسيرش برايورتيزيشن السمبل از ذات لكن عنده قواعد باش تمشي لكن هو هذا فكرته انك انت عندك افكار واجده لبحوث فهي كيف ترتبهن لو انت مؤسسه وعندك اعضاء التدريس
قاعدين كلهم بيديروا بحوث وانت بتعطي فند، كل واحد هيقول لك لا بحثي انا اولى. كيف نقسم هنا؟ الديماند شنو كيف تفسر لي؟ الديماند means that how much that we need that research, how it will add value in the population or in the medical good research. Good. الديماند تحدى حاجة الببليك. لكن انت في انت الشخص مرات تخيل انت مثلا تخصصك بايوكيمستري باهي، حتلقى روحك تبي تدير حاجه على انزايم انهبيتور مش عارف شنو، ما فيش عليه ديماند بكل العالم، مش مدوره بكل، مش شوره، معناه انت ماشي تدير ابحاث ماشي يصرفوا عليك. فتلقى هنا هي تفرق صح، النيدز هن الاهم، لكن في فاكتورز اخرات يخشهم باش تحدد البرايورتي. هذا اليوم بنعرفوه، مش لما تدير انت قائمه جامعه مؤسسه والله جامعه والله شركه والله حتى الدوله نفسها تبي تدير ريسيرش برايورتي، تدير قائمه بتاع ريسيرش برايورتي، واللي بيدير ريسيرش يجي ياخذ من هذين، يجد لهن منطق باهي، فيه منهم فايده وما ينظلمش فيهن حد. يلقوا ديما الابحاث مشيات لبتاعين البشري ولا مثلا بتاعين الصيدله ما يحصلوش يديروا ابحاث مثلا باهي. لو تسيبها بالطريقة العادية حيصير هيك، الناس اللي عندهم السلطة أكثر واللي عندهم يعني البوليسي ميكرز جايين من أي جهة واللي عندهم الفند من أي جهة، الأبحاث حيقدن في تخصصاتهم هم، والتخصصات حيوهم لأنه يندارن هيك. لكن الريسيرش برايورتيزيشن حيحل المشكلة هذا. زي ما حكينا شيء احنا بزلنا نديره في اكسرسايز لأنتو. هذه قصة. سالم موظف استعلامات بإحدى الدوائر الحكومية، وهو أب لخمس أطفال، زوجته ربت بيت وتحتاج لعمل عملية تجميلية على وجهها لإزالة أثار حرق قديم قيمتها 1500 دينار. سالم مريض بالسكري ويتعالج بالأقراص بتكلفة 100 دينار شهريا. أحد أطفاله مصاب بالبرونكيالازما ربو ويستعمل البخاخة بشكل منتظم بتكلفة 200 دينار شهريا. الطفل الآخر لديه تشوه خلقي بالقلب ويحتاج إلى عملية جراحية لتصحيحه، تكلفتها 10,000 دينار. الطفل الثالث أصيب بألم في البطن وتم نقله للمستشفى وتبين أنه يحتاج إلى عملية استئصال الزائدة الدودية قيمتها 1000 دينار. الطفل الرابع يريد أن يشتري له والده بلاي ستيشن قيمتها 1000 دينار إذا نجح بتفوق هذه السنة. اشتراك الانترنت انتهى اليوم ويجب تجديده بقيمة 75 دينار. جميع هذه الاحتياجات يدفع لها سالم من جيبه الخاص، وسالم حاليا لديه فقط 1000 دينار. رتب أولويات سالم بناء على إمكانياتي. Prioritization هنا يا. كيف هذا سيناريو شائع الناس كلها تمر به، يقول لك بيه هذين قيمتهم الحاجات قيمتهم يجي 15,000 ولا 16,000 جنيه، أنا بس عندي 1000. معناها ناهي شو بيدير هو؟ زائدة دودية. بيدير Prioritization. هي مش حتختار وحدة، Prioritization حتديرهم كلهم في ليستا وترتبهم، مش كل ما توفر لك مبلغ تجي الثانية تصبح هي الأولى ذاك الوقت باهي، بعد ما الأولى اندارت والثانية تمت هي الأولى هكاي، ما تقدرش تجيك أنت تحط الأولى وتلقى مرات السادسة في الأهمية جايتك هي الثانية، بتصرف غلط بعدين. أنت لازم ترتبهن كلهن، كل واحد ياخذ 2 مينتس يكتبهن لي مسلسلات من الواحد لعند نجي 6 حاجات هذه. رتبهن بالأولوية. تخيل أنك أنت مكان سالم وكل سبب بتقول لي ليش اخترت هذا في مكانها. كيف؟ ماي خلينا ناخذ رقم في أكثر من سيناريو تقدر تديرها. تقدر تعتمد بناء على أهمية الحالة هل هي سيريس ولا وتقدر تبحث للبجت كم تكلف كل واحدة. ما تقدرش تحسب الاثنين مع بعض؟ كوايت ديفيكلت. بس هذا واقع صح؟ هو واقع. ممكن تلقى روحك أنت في يوم من الأيام هكاية مشكلة شبيهة بهذه، مش ضروري بنفس التفاصيل.
عندك مصاريف وهذا يوجوال كلنا مروا به دائما عندك أنت إمكانياتك دائما أقل من مصاريفك ودائما مضطر أنت قامز تفكر وتقدم وتوخر لكن نديروا فيها بطريقة بالكومن سنسك أو بالبريشر تجد أنت مرات مش ينظر عليك تدير حاجة أخرى وتكون يوزلس مرات وحاجة ما هيش امبورتنت وتضيع فيها الفلوس ولا الوقت ولا الجهد وتفضل لك حاجة مهمة ما عشتها تقدير فهي في طريقة في سيستماتيك وي انك توصل للبرايورتي كيف بغض النظر هي شنو ريسيرش ولا واتيفر مشاكل عندك إدارية بتحلهن ترتبهن نفس الشيء هكاي واتيفر لها منطق اللي حناخذه توا بس انا توا بنشوف انتم كيف حتديروا بالطريقه اللي نتعاملوا بها ديما احنا فنبي البرايورتي رقم واحد عندكم كل واحد يقول لي برايورتي رقم واحد كانت شنو توا في الحالات عمليه زايده دوديه عمليه زايده 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 تمام في لا رقم واحد انا قلت درتي الأزمة اوكي تمام انت مثلين درت برونكيا لازم الزايده جات كم رقم كم منتم رقم 2 تمام باهي في 2 داروا اختاروا برونكيا الازمه هي علاج الازمه هو رقم 1 والزايده هي رقم 2 هي 2 بس الاغلبيه متفقين عليه تقدروا تقنعوهم ليش انتم اخترتوا الازمه اخترتوا الزايده هي الاولى الريسك اللي مبني على انه هو جاهل الزايده عمليه ارجه تنفجر الزايده يؤدي بالوفاه بالضبط انت اخترت الازمه ليش انا لو سيبتها اخش اصلا المستشفى هذه تمام احتمال تصير هذه امتى بعد احتمال تصير بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه لكن الزايده لو يجد لعند بكره ما يديرش عمليه شو يصير له وبعدها شنو حيصير له؟ ما حدش قال ان علاج برونكيا الازمة مش مهم لكن توا في الميزان توا لو ما فيش زايده ممكن تجد هي الاولى منطقي لكن هنا في حاجه ملحه اكثر منها تضطرك تخليك برغم ان هذيك مهمه في المهم وفي الاهم والاهم يجي قبل المهم كونك انك نزلتها في البرايورتي ما يعنيش انها مش مهمه لكن الارجنسي بتاعها تفرق هذه تقدر تراجع يومين ثلاثه هذيك ما تراجيش يومين ثلاثة تمام فالمنطق لما انت بتدير برايورتيزيشن كيف بتدير اول شيء واتس برايورتي برايورتي هي something that is very important and must be dealt with before other things هذه فكرة الأولوية لما نقول لك الأولوية شنو الحاجة اللي تندار قبل الأخرى تحطها طلعت هذه من الحسبة اللي فضلا شنو الحاجة اللي فيه تندار قبل الأخرى تحطها طلعت منها فضلا الأخرى شنو الحاجة منها نجي قبل الأخرى تحطها وهكذا كيف نديروها البرايورتيزيشن اول شيء يقول لك كولكت ا ليست اوف اول يور تاسكس اول مره اكتب كل ما انت محتاج تديره في ليستا مش مهم ترتيبها في البدايه غير اكتبها مش ما تنسى شيء كل حاجه تخطر على بالك اكتبها لانك لو قعدت ترتب حتنسى حاجات في البدايه ما تفكرش بالترتيب اللي يجي في بالك اكتبها تمام بعدين قسم الحاجات اللي الليسته اللي درتها بناء على عاملين الاهميه والارجنسي المدى استعجالها باهي وبالتالي حيطلع عندك ماتريكس كاي لما تدير 2 في 2 4 حيطلع عندك ماتريكس من 4 او مصفوفه من 4 من 4 مربعات في اشياء حيكون ارجنت اند امبورتنت حاجات مهمه وطارئه وفي حاجات not urgent لكن هنا important مهمات بس ما هنش مستعجلات وفي حاجات urgent لكن ما هنش important هنا طارئات لكن ما هنش مهمات نقدر نأجلها وفي حاجات not urgent ولا هنا important urgent من ناحية الوقت تو نعطيك example باي لكن هي لو أنا ما درتهاش ما مش كارثة تحمل انا نقدر اتحمل الكومبليكيشن بتاعها الامباكت بتاعها محدود لكن في الوقت ملحه هي تبي تو نعطيك اكزامبل بعدين اسس الفاليو باش تقسم انت حسب المربعات هذين بعدين ترتبهن اوردر التاسك باي استيميتد افورت تو جيت للترتيب
اللي هن urgent و important حيجن رقم واحد. باهي اللي not urgent لكن important حيجن رقم اثنين. اللي urgent and not important حيجن رقم ثلاثة. وآخر حاجة حتجي لي not urgent not important. الليستة اللي درتها قعدت تشتغل عين بالوحدة صنفتها حطها في compartment. هذا هذين urgent important هذين non urgent هذين non important. بعدين كل مجموعة هذه المجموعة الأولى هذه المجموعة الثانية هذه الثالثة هذه الرابعة. أصبح عندك أربعة groups من ال priorities. بعدين في داخلهم مرات تدير نفس القصة. Okay. Be flexible and adaptable and know when you cut. لا عادة لازم يكون عندك مرونة بأنك مرة تعيد التفكير في شيء وتعيد موقعته. فلو جينا هنا هي الأرجنت وامبورتنت هي عملية الزايدة طارئة ما قدرش نرجيها لعند بكرة وبعد بكرة والله حاجة وامبورتنت. فحجيني رقم واحد برايورتي هنا معناه هو لما بيصرف أول حاجة بيصرف عليها كما عندهاش إلا 1000 جنيه بيحطهم فيها هي. اللي اللي امبورتنت لكن ما هنش أرجنت لعملية القلب اللي عنده ولده يبي يديرها مهمة عملية قلب ما هيش لعبة هذا هي. لكن ما هيش بتاعت اليوم وبكرة وبعد بكرة يقدر يراجع شهرين ثلاثة سنة اهي تمام. علاج الأزمة امبورتنت لكن ما هوش أرجنت. العيل ما هوش توا قاعد في أتاك وسك وكان ما خدش الدواء حيموت كويس. العيل وعنده بخاخته وكذا وامورة تمام ممكن يقعد شهر شهرين ما تسلاش أتاك. فامبورتنت هي لكن ما هيش أرجنت. دواء السكر بتاعه هو حتى هو امبورتنت لكن ما هوش أرجنت. اللي urgent لكن ما هيش important التجديد الاشتراك في انترنت كمال اليوم صح؟ في كم واحد يصبر بلا نت يوم تولع النار صح؟ نت كمال نت بيكمل بكرة لكن هو مش important. شو بيصير في الدنيا كان قعدت يوم مرة اثنين بلا نت هاي تقولي والله قريتي معتمدة عليه لكن لما تشوف قيمة انك تضيع عليك محاضرة والله امتحان حتى بين ان هذا ما يديرش عملية ويموت كيف تغيرت الأهمية. فمرات في situation لأن هذين حاجات relative مرات تلقى هذه هي اللي لقيت urgent and important بحسب وضعها في وسط المجموعة الأخرى بحسب الكونتكست اللي هي فيه. وبعدين اللي لا هي urgent ولا هي important إنه يشرب بلاي ستيشن للعيل ما زالت. نعم البيرن حطها هنا هي ممكن تجي في الامبورتنت لكن ما هنش ارجنت. جي اخر واحدة ممكن هاي بعد علاج السكر ونيو كذا هي مهمة باهي لكن ما هيش حاجة طارئة نقدر احنا تجد اخر حاجة في الاهمية. فانت توم الستة ولا سبعة تاسك اللي مبدري انت قسمت نك بس بالفيلينج تو اصبح في منطق ان تقسمهم به ما هيش بالفيلينج ما هيش بنت. حتى لما يجي حد يضغط عليك يقول قدير هذه يقول لا ليش ما تديرش هذه عندك تفسير لا هذه ما هيش امبورتنت هذه مور امبورتنت هذه اوكي امبورتنت لكن ماهيش ارجنت. عندك ايفيدنس او عندك لوجيك تقدر انت تدافع به على التشويس بتاعك بينما التشويس العشوائي حتى مرات يكون صحيح هو لكن لما يقول لك بيع عليش انت ما تعرفش تقول عليش يقول لك والله حسيت ان هذه اهم حاجه ماهيش هي هكا ماهيش بالاحساس. معلش هو لما نشوف في الكلاس نفسه في مثلا النمبر 2 لما يجيني عمليه القلب والازمه والسكر في الحاله هذه اللي توفر البادجت بتاعها هي اللي تديرها ما عادش في طريقه اخرى لا ممكن لكن ممكن في داخلهن حتى هن يخشن في عوامل اخرى مرات حتى هن في وحدات مور ارجنت اكثر من بعضهن يعني تجد فيه مرات في داخلهن تطبق عين نفس القاعده مرات يخشن فيها حاجات اخرى مش بس بادجت مرات يخشن فيها حاجات تكنيكال يعقدنك والله الفلوس متوفرات لكن فيش ما يديرها العملية هذه معناها بتأجلها بين أجلها قداس الفلوس مو عندي حاجات أخرى قالت يبني لا ندير الحاجات الأخرى وهذه مدام هي تقدر تصبر بعدين تندروا لها فلوسها بروحها. التفكير يجد بالطريقة هذه هو ما هوش بس one factor لكن هذين the most two important factors the urgency and importance بتاع التاسك والله بتاع البروبلم هذه اللي تخليك تقسمها هناك. فمن جديد هنا اللي هن الارجنت والامبورتنت هذين دو فيرست الامبورتنت لكن نوت ارجنت شديول دير لهم جدول النوت امبورتنت لكن ارجنت ديليجيت هذين خاصه في التاسكس يعني انت في شغلك عندك حاجه مهمه حاجه مستعجله لكن ماهيش مهمه واحد اخر يديرها يعني مثلا تصير مرات تقعد في الاجتماع يقعد رئيس القسم والله
عميد الكلية ولا مجلس اجتماع مجلس الجامعة، تليفون يرن باهي يبحث الحوش قاعد يرن ارجن تليفون هذا بترد عليه قاعد، لكن تستحق تقطع عليه الميتنج؟ فشو تقول؟ يمد عادة الحد يقول للسكرتير يقول لك ارد يا شوف مشين يبو دير ديليجيشن انت حد اخر ذات تاسك اللي هي ارجنت لكن ماهيش امبورتنت. اذا كان اكتشفت بعدين المكالمه طلعت حاجه سيجنيفيكانت حاجه امبورتنت، ما عادش تمت تصنيفها انها ارجنت نوت امبورتنت، تمت ارجنت وامبورتنت. مرات تصبي تطلع من الاجتماع صح؟ ما اقدرش راه عندي مشكله راه بنطلع، تغيرت البرايورتي هنا. اوكي بيزد على شنو؟ على الارجنسي والامبورتنس. والحاجات اللي لها الارجنت ولها امبورتنت افويد درنش بكر، لان ويست اوف تايم ويست اوف ريسورسز عايش تدير فيها باش غير تترضي واحد ولا تسكته ما ديرهاش. تمام نجول للريسيرش. الريسيرش برايورتي سيتنج سواء ار بي اس باهي هي كولكتيف اكتيفيتي، هي نشاط باهي نشاط جامع هيكونوا فيه الناس يعني معنا واجده. Deciding which uncertainties are most worth trying to resolve through research. The uncertainty can be a problem to be understood or a solution to be developed or tested across broad or narrow areas. هذا الديفينيشن بتاعها. The uncertainty شو معناها؟ الحاجة اللي هي ما أنت مش متأكد من الإجابة عنها أو من الحل بتاعها. ما ناكش شور يقول لك كذا نسأل كم سؤال بي. كم نسبة المصابين بالسكر في ليبيا؟ باي انت ما حدش عارفها صح؟ باي تقول والله لكن ممكن قاعدة مكتوبة قاعدة هذه نطلعها وخلاص باي لو مشيت دورت وما لقيتهاش يبقى تو لما واحد يقول لك والله احنا تو بنجيبه بنديره الميزانية بتاع الأدوية أدوية السكر نجيبوه نكفن كم واحد؟ احنا مش عارفين كم واحد عنده سكر أصلا في البلاد، كيف هتحسب هذا؟ وهذا مشكلة قاعدة تصير يوميا ما حدش عارف أصلا كم يجيب إيه كم واحد عندك عدد السكان أنت؟ كم في المية من السكان عندهم سكر مشخصين عندهم سكر؟ You don't know. فأنت uncertain بالأنصر هنا كم نسبة المصابين بالسكر وبالتالي كم ممكن نجيب أدوية؟ We don't know. يبقى هذا كيف تجد الإجابة نون؟ شو ندير؟ هندير ريسيرش، هندير بحث ستادي نطلع بها نسبة المصابين مثلاً بالسكر to resolve the uncertainty هذا solution هذا حل مش نديره أو problem to be understood مثلاً هنيجي في البيزك الثانية هذا هي غالباً للأبلايد ريسيرش اللي هن الأبحاث التطبيقية اللي هن نديرها فينا عادة الشركات والمستشفيات اللي هن فعلا تبي تعالج بيه الناس تحل بيه المشاكل او حتى في الاي تي في ابحاث تطبيقيه تبي تحل كيف ما تو تبي تشوف اليوزابيلتي بتاع السوفت ويرز تطبيقي هذا حاجه حنستخدمها فعلا وفي حاجات ما هن بيزك ما هنش تطبيقيات ومرات حتى الفائده منها مش معروفه تبان بعدين بس بنديروها احنا بنكتشفه كيف اللي قام فكر اكتشف الكريب سايكل باش ما حنديروا بيها كرب السايكل ما يهمنيش يقول لك انا بنكتشف الاليه كيف تشتغل بعدين نكتشفوا لها فايده هذا بيزك ريسيرش لما تقدر تدير في حاجه ما لهاش ابلكيشن ساعه انت تدير فيها ما لهاش ابلكيشن ممكن بعدين يصبح لها تصبح هذا بيزك ريسيرش ان معناها انت بروبلم تو بي اندرستود انا مانيش عارف كيف هالجلوكوز يتحول الى انرجي مش عارفها كيف باش نستفدنا كانك عرفتها مانيش عارف شنو حنستفيدوا بس بنفهمها انا الميكانيزم هذا هذا بيزك ريسيرش وحتى هي انسرتينتي كيف يتحول الجلوكوز الى انرجي كانت انسرتينتي في يوم من الايام نجا واحد ودار ريسيرش وني وصل للاجابه هذه فانت عندك الريسيرش لما بتديرهن لسبب من اثنين يا اما عندك مشكله محتاجه فهم تبي تفهمها بغض النظر عن فهمك هذا حيفيد في حاجه ولا مش حيفيد وهذا يسموه بيزك ريسيرش يا اما عندك انت ابلايد ريسيرش حاجه مشكله تبي تحلها فعلا في العمل اليومي بتاعك وتبي تحلها فدير بحث باش تلقى الحل المناسب فلما ندير الاكتيفيتي هذا بتاع الريسيرش سيتنج هدفي
ان نحل الانسرتينتيز هذين، يا سواء كانت على المستوى الفهم او على مستوى التطبيق. شنو حنستفيدوا لما نديروا احنا ريسيرش برايوريتايزيشن؟ The process of setting health research priorities ensure that فايدتها شنو؟ انك تتأكد من the funded research has the greatest potential public health benefit. بحث الابحاث اللي هنصرف عليه فلوس هيجنبي اكبر قدر من الفائدة للمجتمع، مش هيمشي هدر. دير نصرف ملايين والله مليارات والناس مش هتستفيد شيء بعدين، ضيعت فلوس على الفاضي بمعنى آخر. فهذا الهدف الأول، أني أنا أتأكد من أن البلك بتاع الريسيرش بتاعي حيطلع فايدة للببليك. حاجة ثانية، الريسيرش فاندينج and outputs are aligned with the needs of decision makers. الحاجة الثانية أنك ممكن نستخدم هذا لمساعدة decision makers، كما قلنا تو بيجيبوا أدوية بيقرر، بنعرف كم نجيب في المية من 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 أدوية السكر، أو مثلا بي عندي أدوية السكر بنجيب أنسولين، كم عندي كم مريض يستخدم في الأنسولين، كم في المية من المرضى يستخدموا في أنسولين، مش نعرف كم نجيب أنا. إذا كان أنت ما تعرفش كيف ما هو سائر فعلا توا، يبقى بالتحكير جيب، جيب لك كمية مرات تطلع فوق الحاجة وتقعد لعندك سبايرد وهك خسائر، ومرات تقعد أقل من اللي مستحقه ويقعدوا الناس يشكوا ما فيش دواء ناقص دواء ناقص. بليش أنا؟ لأن أنت أنا محتاج هنا حتساعد الريسيرش لما تديره، غير أنه يحل مشاكل المجتمع، هو حيساعد الديسيجن ميكرز في اتخاذ قرارات سليمة بيزد على المعلومات اللي حيجيبانهن الريسيرش. حيساعد في أنك تمنع الدوبليكيشن. إن مرات تخيل مرات هنا في وسط الجامعة هذا، هي لو ما عندكش أنت سنترال بادي عند الريسيرش برايورتيز بتاعت المؤسسة، وعند كل ريسيرش يندار في المؤسسة قاعد عنده مسجل في داتا بيز، مرات نفس البحث يتكرر مرة واثنين وثلاثة وينصرف عليه مرة واثنين وثلاثة، هو يطلع خلاص مرة درناه، إيش ندير فيه آخر؟ يجيب تعين الصيدلة يقدموا على البحث، ويجيب تعين الطب يقدم على نفس البحث، مرات مش وراء بعضهم يعني تفضل مرات خلاص السنة هذه لآخر السنة الجاية ما تفرقش عندي أنا، ما تو حتمشي بدون ما يكون فيه القائمة هذه قاعدة وأنت قاعد تدير في تك، هذه اندارت هذه اندارت هذه ما اندارتش هذه اندارت ونتائجها كويسة هذه اندارت نتائجها سيئة هذا هي لا محتاجها إعادة، مش هتعرف. بالتالي ممكن يتكرر عن الأشياء من غير ما تنتبه لك، لما يجد عندك مديورة الريسيرش برايورتي مديورة في داتابيز تقدر تنتبه بسهولة لما يجي يقدم يقول لا البحث هذاي خلاص مش هنصرفه عليه بديره ديره بروحك، احنا نصرفوش عين ضيعوش فلوسنا على الفاضي، في حاجات اخرى عندنا مازال ما تحققنش خذ حاجة منهن، عندنا قائمة بالبحوث اللي محتاجات يندارا حددهن انا اختار حاجة اخرى منها. اوكي الاكتيفيتي اللي تندار باش ينحط فيها الريسيرش برايورتي سموها ريسيرش برايورتي سيتنج اكسرسايز، باهي وركشوب عاده باهي او مجموعه وركشوبز مرات يطلع من خلالها الريسيرش برايورتي. فالاكسرسايز هذا از ريسيرش تول كما قلنا تو حيساعدني ان ايمينج تو مينيمايز البايس ان ذا ريسيرش اجندا ان ا سيرتن هيلث كير فيلد اند هيلب in identifying overall gaps in the research agenda سواء كانت basic ولا applied interventional ولا observational. لأن بدون الوجود الليستة هذه بتاع research priority ممكن يجدا ونشوف فيها احنا مثلا يعني عادة أنشط وحدين احنا في محكي جامعة بنغازي مثلا أنشط وحدين في الريسيرش هم جماعة البايكيمستري وجماعة الكوميونتي، هو اوكي الدوله الجامعه ما هيش تصرفش عليهم، لكن لو الجامعه عندها بادجت بتصرف عليهم حيستهلكوا هضم البادجت بتاع الجامعه كلها وباقي الاقسام، يقولون والله خلاص كملنا البادجت بتاع السنه باصلا ايش تعطي لهم كلها انت. هناهي تم في بايس في اتجاه فيلد معين بدون ما يكون في سبب مقنع، بس لان او مرات لما يقعد رئيس الجامعه من نفس التخصص اللي او اللي يملك البادجت من نفس التخصص تلقاه يميل انه يعطي جماعته
أكثر, which is هذا مش لصالح العملية البحثية ولا لصالح المجتمع. فهذه حتساعدك, هي تساعدك في أنك كيف تجدول أنواع البحوث بتاعك, وهي decision making tool قلنا عليها تو. تمام. التحديات عادة لما ليش لان إذا كان مهمة بهيك ليش عمرها ما اندارت؟ لأن ما هيش حاجة روتين, فيها challenges, فيها تحديات يواجه اللي بيديرها. أولا low and middle income countries, كيف مثلا إحنا نعتبرهم middle income country, إحنا حتى في أفضل ظروفها ليبيا عمرها ما كانت من high income country, دي middle income country إحنا, وفي فترات اللي فاتت كنا low income بعد ما في أثناء الحرب. هنا الجاب بين الهيلث نيدز والريسورسز ديما وايد, يعني ما هو محتاجه انت وما بين امكانياتك اللي انت محتاج حاجات واجده وامكانياتك متواضعه, فتلقى الفارق كبير. بينما الدول المتقدمه هي اصلا متقدمه, يعني حاجاتها انقصت, يعني غطت كل الحاجات البيزك كل مغطيتها, وفوق هذا هي امكانياتها كبيره, فالجاب ضيق. تلقاهم يديروا فيها ابحاث مرات تتبحث تقول فاضيين, هو مش فاضي, هو خلاص تجاوز مرحلتك, تم تطلعاتها أعلى. بينما أنت ما زلت حتى كم واحد عنده سكر ما لكش عارفها, حاجة very basic, وإمكانياتك اللي تصرف فيها على البحث محدودة. فيها في قاعدة 10-90 يقولوا عليها, يقول لك إن 10% من قيمة البحث العلمي, قيمة المادية بتاعه, تصرف على developing countries, و 90% من البحث العلمي كقيمة مادية يصرفون فيه developed countries, الدول المتقدمة, بينما الدول النامية يصرفون فيه 10% من قيمة هذا contribution بتاعها, 10% من قيمة الصرف على البحث العلمي في العالم, بالرغم من أن 90% من المشاكل اللي يحتاجن إلى أبحاث موجودات في developing countries. عشان هيك الفرق كبير بكل, وعشان هيك يعني هي هذا تشالنج. انت لما بتدير اكتيفيتي كيف هذا, هي الاكتيفيتي لو نجحت انك تديرها حتساعدك في ترشيد الانفاق, لكن هي نفسها دايرتها تبي انفاق, لان انت تبي تجمع ناس, تبي تعلمهم كيف يديروها, لها قواعد باهي, ويقول لك لا lack of reliable information. لما بتبني انت تاخذ decision بناء على بيانات, ان البيانات اصلا يا مش قاعدات يا بيانات مغلوطه, وبالتالي صعب انك تاخذ قرارات. مرات انت لما تشوف احنا في الاكتيفيتي بش تدير انت البرايورتي, انت مش بادي ما فيش حاجه مديوره قبلك, حتلقى في ابحاث من قبل مديورات, في معلومات تاخذهم وتستند عليها, هتستخدمها انت كمراجع بش تحط البرايورتي الجديده. لكن إذا كان المراجع هذين معلوماتهن مشكوك فيها, أرقامهن مشكوك فيها, طرق الميثودولوجي المستخدمة معيبة, وبالتالي النتائج ما قدرش نعبى عليهن, حيصبح حنايا أنك تدير برايورتي ما تطلع غلط, لأنها معتمدة على معلومات غلط. ويك برايورتي سيتنج انستيتيوشنز, ما عندكش المؤسسات اللي متعودة أنها تدير في البروسيس بتاع البرايورتي سيتنج, وتقدر تكلمهم ويجدرون لك اي وان كلير برايورتي سيتنج بروسيسز. حتى لما تندار لو فكرنا نديروها, لان ما العمليه ما هيش معروفه اللي يديروا فيها, ممكن يديروا اي حاجه باي طريقه قد تكون غلط, وهذا احنا تو نحاول نديروه. ان اليوم بنعرفوا شنو الطريقه السيستماتيك اللي يندار بها البرايورتي سيتنج, باش ممكن نقدر نقمزو ونديروا برايورتي سيتنج. كيف تندار؟ أولاً قال لك there's no gold standard, فيش طريقة واحدة هي أفضل طريقة اللي يندار بها, في عدة طرق لكل طريقة ميزاتها وعيوبها, لكل طريقة شنو الطريقة استخدمها تفرضها الظروف بتاعك, نوعية الناس اللي عندك, إمكانياتك, فتحدد لك الـ optimal approach varies according to the different context. في organizations عالميات في دول كيف ليبيا مثلا ما عندهاش الخبرة السابقة, المفروض تلجأ لهن, هن specialized in providing advices on the process of health research prioritization. كيف الكوهرد وال
تشينري والجلوبال فورم اوف هيلث ريسيرش، هذه منظمات عالمية عندهم قواعد وكذا، يدربوا لك الناس ويجوا يدروا لك هم ويطلعوا ويشتغلن مع الدول النامية واجد ساعدن فيهن فيهن يديرن براي اوثرايزيشن، مش ما يجيش كل واحد يخبط من راسه. نجول العملية البراي اوثرايزيشن نفسها ستيجز اوف ريسيرش برايورتي سيتنج، عندنا 3 ستيجز. الاولى البلاننج اند بريباريشن، قبل ما تبدا في الاكسرسايز نفسها محتاج قبل انك تدير تخطيط وتحضير، هاي بعدين ديسايدنج اون ذا برايورتيز، الورك شوب نفسها اللي حتقرر فيها البرايورتيز، وبعدين بعد ما تديرهن افتر برايورتيزيشن في حاجات اخرى حتدير. في مرحله البلاننج والبريباريشن لازم تعرف شنو الليدر، تحدد الليدر شيب من حيقوم بالعمليه هذه يقودها، identify involved stakeholders, determine the focus and level of analysis, or gather and analyze the information for setting the priority, some more situational analysis. بعدين في ال workshop عندنا نبو هنحكوا على criteria نستخدموهن في ال في the prioritization والطريقة اللي هنستخدموها، وبعدها the implementation and evaluation هنمر عليهم بالوحدة هذين نشرحهن. لبنان البريبريشن اول حاجه ايدنتيفاي ليدرشيب فور ذا بروسيس، لازم تحدد جروب يسموا فيها عاده ادفايزري جروب، يعني كيف يطلع فيها قرار، يسموا فيها اشخاص يقودوا عمليه البريوريتيزيشن، فهي يحط لها رئيس الجروب هذاي واعضاء وناس يكون لهم درايه بالريسيرش وبالبريوريتي سيتنج، فهي دير 5 6 8 10 جروب، هذه اللي حتقود العمليه. تمام، هذه مش هي اللي حتدير البرايورتيزيشن، هذه هي اللي حتقود عمليه البرايورتيزيشن، هاي هذه المجموعه القياديه حتفكر، هي المجموعه اللي حتفكر وتخطط وتدير القواعد وكذا، لكن مش هي اللي تحط البرايورتيز. شنو وظيفتها الادفايزر جروب؟ بروفايدنج الاوفر اول جايدنس اوف ذا برايورتيزيشن بروسيس، هتكتب القواعد العامه، agreeing on set of common term definitions or definition to be used during the priority setting process. كل الترمينولوجي اللي حيستخدم بتحط له definition بس ما يقدرش نختلفه، كل واحد يعتبر في definition مختلف يقولك لا هذه نحسبها هك هذه معناها هك، انت بتحط الترمينولوجي بتعرفها كلها اثناء البروسيس. Determining which stakeholder should be consulted. Stakeholders هم اللي هم ترجموا فيهم ذوي العلاقة ولا أصحاب المصلحة، باهي باهي من اللي حنجيبهم، هذوم هم ستيك هولدرز، هم اللي حيقولوا البرايورتي، هم اللي حيطلعونا البرايورتي شنو، باهي من هم، كلم من، باهي هم اللي بيحدون. تو نشوفوا كيف كيف يحدون. developing the criteria to guide the generation، criteria اللي هم حيشتغلوا بيهن الستيك هولدرز هذوم باش يقولوا هذه قبل هذه والله هذه قبل هذه، تبي تحط شنو انت الكريتيريا، بدري انتم قلتوا مرات القيمة التكلفة، مرات الأهمية، مرات انت اللي بتقول له يعتمد على شنو. بعدين بعد ما يندار البرايورتي هم اللي بيديروا يكتبوا الريبورت بيجهزوه عنده فورمات بيندارهم فيه، هم اللي حيدروها، ما هم دروش البرايورتي درون ستيك هولدرز، لكن هم اللي حيجهزوا الاناليسز ويكتبوا الريبورت. تمام ورانكينج، اوكي تمام، هذين الفانكشنز بتاعت الادفايزري جروب. احنا قلنا واحده منها هي تو ديترمن الفوكس اند ليفل اوف اناليسيس، هم اللي بيحددوا نوعيه الاناليسيس، مثلا بيدوروا بيزد على الافيلبل ريسورسز فاينانشال وهيومن تايم، بيعرفوا هم انت كم لو بتديرها في ليبيا مثلا، او خلينا نقول بنديروها هنا في الـ في الـ في الـ في الدوليه، باهي معلش هي البادجت اللي متاحة للريسيرش كم في السنة، البادجت اللي متاحة للإكسرسايز هذا كم، ما أنا مرات نعد نجيب 100 واحد وبيقدوا من مكانات مختلفة وبنسكنهم بنوكلهم بنشربهم بنصرف عليهم، نقدر لا أقولك والله نقدر نصرف عليه 10 بس تغير هنا، هو بيقد عارف لان هذه الادفايزر جروب تقدر عارفه الفاينانشال ريسورسز تاعها كم، الهيومن ريسورسز شنو الخبراء المتاحين بالنسبه لي انا اللي ممكن اكلمهم، بقول لك والله نبو واحد بتاع مش عارف
جينيتك انجينيرينج منين نجيبها لك؟ عندي ليميت في الريسورسز، مرات الهيومن ريسورسز ما عنديش الخبره هذه باش نجيبها. هاي والتايم، انا الوقت اللي مسموح لي بندير فيه التاسك كم، هذا حيخليك تحكم في حجم الاكسرسايز، كم الناس اللي فيه، المده اللي ياخذها، مش تعرف كيف تخطط. الفوكس سكوب اوف ذا اكسرسايز، يعني بتعرف انت هالاكسرسايز هذا، لان الاكسرسايز هذا يندار مثلا جلوبال، دبليو اتش او تدير فيه جلوبال، تحدد في الريسيرش برايورتي على مستوى العالم. شنو الاكبر مشاكل الصحيه اللي بتصرف عليهم دبليو اتش او على مستوى العالم؟ مثلا دبليو اتش او هتلقى مثلا اكبر مشكله في العالم، مثلا ايش تتوقعوا مشكله صحيه في العالم او اكبر مشاكل صحيه في العالم اللي يموتوا منها اكثر ناس؟ لا قبل الكوفيد. تعتقد ملاريا؟ الجوع، الحاجات بتاع المال نيوتريشن. ليش هذه الفكره لازم تحدد، لانك تو لما تجي انت جي في مثلا في دوله مثلا كيف احنا هنا، هي مش هتفكر في الملاريا، اصلا ما عندكش، ما هيش هيلث بروبلم عندك، ما اللي بيدير ريسيرش في الملاريا، هي وين بيديرها وعليش بتصرف عليه باش يديرها، شنو نستفيدها من وراه؟ لكن دبليو اتش او مثلا لان ما هذا لازم تحدد انت السكوب بتاع الاكسرسايز، انا بنحددها جلوبالي، ما انا بنفكر في المشاكل جلوبالي، والله ريجنال الشرق الاوسط الامرو ما تدير بلان تاعها ديرها على الشرق الاوسط. مثلا الشرق الاوسط وحده من الحاجات الشائعه فيه مثلا الثلاسيميا، يسموا فيها حتى اسمها انيميا بحر المتوسط. فاقول لك لا تستحق فيه، بس جي احنا في ليبيا اصلا الثلاسيميا كم عندنا؟ واحد، مش واجدين عندنا في ليبيا عندك، مش واجدين، لكن على مستوى الشرق الاوسط واجدين، الشام واجدين وشائعه في الشام مثلا، والله في السعوديه هني عندهم، والله الجي 6 بي دي ديفيشنسي شائعه في الشام. هنا هي يفرق التفكير، ما تفكرش في انت في دولتك انت بس ما عندكش المشكله، لانك تفكر ريجنال، بينما ناشنال والله في ليبيا شنو عندنا من مشاكل صحيه. تقول لي شنو اهم مشاكل الصحيه في ليبيا؟ ضغط، سكر، كانسر، رينال ديزيز، هيموفيليا مشكله كبيره في ليبيا. هيموفيليا كم عندنا واحد عنده هيموفيليا؟ زهايمر. ايش رايك لو قلت لكم ليشمانيا؟ عمركم حقيتوا حاله ليشمانيا؟ هذا تجي، انا ما دخلش بالايست، تفكيرك هنا مش سليم، لان نحكي ناشونال نتو، انا قلت لك ناشونال، على الناشونال ليفل لا مشكله، رو عندك مئات الحالات من الليشمانيا، تشكل مشكله، ما تشكلش مشكله في مدينتك، بس انا ما خططش على مستوى مدينتي تو، انا نخطط على مستوى الدوله، بس هذا ايش السكوب مهم، والله سب ناشونال، هنا لما نخطط على مستوى ما تحت الدوله، والله يقول انا في الشرق بس، والله في بنغازي بس، حتى انا بجي بايش رايكم تو لو قلت لكم السبوتد فيفر، الحمى الجبليه تاع الريكيتسيا، بنغازي شوفوش فيها احنا، مش دخل ندير عليها ريسيرش، هي تجيك حاله بعد سنه او سنتين، بس في الجبال شائعه. هاي انت هنا تعتمد انت الكونتكست، تفكر على شنو، حدد من قبل انا بنخطط على اي مستوى، مستوى عالمي، مستوى اقليمي، مستوى قطري، ولا مستوى ما تحت القطري، ولا انستتيوشنال، هاي مستوى مؤسسه ليش علاقه، انا مؤسستي هنا هي الليمو، انا حاط هذين اهدافي. اوكي هنا الكونتكست يفرق في كيف حتفكر، فلما بنجيب ناس ستيك هولدرز يبي يفكروا معايا، اذا كنا نفكر على مستوى ناشونال نجيب ستيك هولدرز كلهم بنغازي، هذا مش حيعرفوا يفكروا لك ناشونال، حيخطر عليهم حاجاتهم هنا، معناها لازم نلقط من كل مكان، طرابلس بنغازي من الجنوب من طبرق من سبها من كل مكان بتجيب، باش يقدروا كل واحد يفكر اقرب لجهته. لما ندير عالي مستوى جلوبال نجيبهم كلهم امريكان ولا انجليز ولا اوروبيين، والله ما ينفعش، لازم بتجيب لهم افارقه من جنوب افريقيا ومن وسط افريقيا ومن شمال افريقيا واسيويين وكذا، تحطهم كلهم باش يفكروا لك صح. فلازم تحدد الكونتكست، انا ندير في البرايوريتيزيشن هذه على اي مستوى. التايم فريم، هل التخطيط بتاعي على لونج تيرم ولا شورت تيرم برايوريتيز؟
يعني مثلا توه لما قلت الكوفيد الريسيرش بتاعت الكوفيد توه كلهن عن شنو؟ انا نبي بسرعه فاكسين، نبي درج يعالج شورت تيرم بسرعه، نبي حاجه تطلع لي بسرعه. واحد يقول لك جايب لك بروبوزل بتاع ريسيرش، والله نبي نشوفه الكومبليكيشن بتاع الكوفيد بعد 20 سنه، اللي اصيبوا توه بعد 20 سنه شنو حيصير لهم، بنبدا نتابع فيهم من توه. مش غلط الفكره في حد ذاتها، ما هيش غلط، لكن هل انا توه ميزانيتي المتاحه نصرفها في مشروع كيف هذا، ولا نصرفها في حاجه اني نكتشف كيف نعالج؟ دي برايورتي تفرق، صح؟ فلازم نحدد انا البلاننج بتاعي هذا الشورت تيرم ولا لونج تيرم من البدايه، باش نقولها للستيك هولدرز، نقول نفكروا في حاجات شورت تيرم، حاجات في خلال سنه ينتهي مثلا، نقول لا انتم راهو احنا خلاص فتناها نادين درنا مشاريع واجد هيك تو تفكيرنا على المدى البعيد. طبعا حاجات اللونج تيرم اكبر يكون، ففكروا لنا كيف الكوهورت ستاديز هذين، لان يمسكوا مريض يقدر يتابعوا فيه مرات 30 40 سنه. مشهوره مثلا فرامينغهام كارديوفاسكولار ستادي، هذه قريه فرامينغهام في 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 امريكا، بدا البحث فيها في الاربعينات، الى الان مازال مستمر البحث. سكان هيتابعوا فيهم كل سنتين، يديرونهم في فول، يديرون في انترفيو، ياخذون فول هيستوري وفول اكزامينيشن، ويديرون في فول انفستيجيشن، ويبدو كل مره يشوفوا شنو التغيرات ويتابعوا فيهم. هي ستادي هذه اللي طلعت ان السكر والضغط والتدخين والكوليسترول هن اسباب امراض القلب، قبل ما كناش نعرفون. ستادي مستمره فايته 70 سنه توا، اللي خاشين فيها هذوم الجيل الثالث، يعني هذوم الاحفاد، هم بدوا باللي كانوا هذاك قاعدين وقت اصبحوا توا جدود، وبعدين خذوا ابنائهم وتوا وصلوا في احفادهم خاشين ومشي ستادي. هذه لونج تيرم، انت بتدير حالك في هذه، انت لازم تحدد البلاننج بتاعك البرايورتي شنو تبيه. الانتندد بينيفيشياريز اللي هم، هذه مهمه انت تفكر. انا البرايورتي هذه بنستهدف بها في فئات عاده ينتسين يتم تجاهلهم في الابحاث، ولذلك البرايورتي مهمه. انا برايورتي سيتنج انك تدخلهم، ما تتجاهلش مثلا فئه عمريه، تلقى اغلب الابحاث ادلت 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 ادلت، بيقول الاطفال باهي الاولد ايج اللي فوق ال 65 اهي. ففي فئات عمريه ربما مرات ادوليسنس، هذا فئه عمريه اخرى عندها مشاكلها الخاصه، فانت بتحدد البرايورتي مرات باي ايج. لا بندير برايورتيزيشن للتشيلدرن ريسيرش برواحهم، وبرايورتيزيشن للادلتس برواحهم، برايورتيزيشن للالدرلي برواحهم، باش ما نظلمهمش، ما يمشيش البادجت كله لفئه واحده. بعدين مرات فيها الجندر يفرق، في ابحاث يتاثر بينها الميل والله في ميل، لما واحد يقول لك مثلا يقول لك الكومن كانسرز حناخذ شنو التوب 3 كومن كانسر في ليبيا شنو؟ بريست لانج كولون كولون باهي باهي كاي. انت تعاملت مع الناس فئه واحده كانهم ميل وفي ميل، لكن لما تجي البروستيت كانسر في 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 التوتال هيك لما جيت بحثها تجي لوطه، تجي رقم ستة ولا سبعة، واني مرات ما تخشش بنقول لك لا مش اولويه، لكن لما تقسم التو جندرز برواحهم بروستيت حتجيك رقم ثلاثة. باهي تغيرت هنا البرايورتي بتاعها. فلما دير برايورتيزيشن لجروب كامله حينظلموا انظلما في سب جروبز، فانت تبي تحدد كيف بتديرها، بين سب جروبز بالايج جروبز بالجندر، والله حتى بال بال بالاثنيك جروبز. يعني مثلا شائعه في امريكا الابحاث كلهم، يعني مثلا الايس انهبيترز لما طلع وانه ينفع للضغط، كانت الترايل اللي مديوره على الوايت بيبلز باهي، وقعدوا يطبقوا في نتائجها على كل سكانهم اللي هم فيهم بلاك واجد، الافرو امريكانز هذوم افريكان امريكانز، ما ينكتشفوا الناس والدكاتره ما يستخدموا فيك، ما فيش النتائج اللي تحكوا عليه، الناس ضغطها ما يستجيبش. عاودوا البحث على البلاك، قالوا فعلا ما يستجيبوش، قعدوا يدوروا لقوا ان فيها قصه شو يسموا فيها ال راح اسمها لا الانزيم نفسها مش نفسها شو يسموا فيها ايه الانزيم تركيب تاع الايزو انزيم يفرق، عندها اسم هي في الجينيتك، قولوا معي انا نسيتها تو.
بوليمورفيزم، جينيتيك بوليمورفيزم في ال في ال في في الجين اللي يشتغل على الانزيم، وبالتالي الانزيم هذا ما يستجيبش للايس انهبيتر. لو كانت الريسيرش ليست هذه متكونه من اكثر من فيل، لو ميديكال واي تي مثلا وبزنس ولا حاجه ايكونوميك ولا، فشنو الفاكتورز اللي بيأثر؟ طبعا هو ما هي في البدايه بكل التاسك، مفروض المنطق التاسك يبدا من فوق بك، الدوله تحط الريسيرش برايورتي على مستوى الدوله، فالدوله ما تفكر بالقطاعات، قطاع الصحه انتم ديروا برواحكم، انتم ديروا برواحكم، جماعه الهندسه جماعه كل واحدين يديروا فيه برواح، فاحنا جماعه الصحه احنا نحكوا، لان احنا يعني اغلبنا هنا كليه طبيه، يعني هي حتى الاي تي واللي هنا شويه اورينتد للهيلث، تبي تفكر بي على المستوى الصحي شنو ندير، انا شنو البرايورتيزيشن كيف ندير. فحددت السكوب الجغرافي والوقت والناس المستفيدين من الدراسات. اوكي هذين انف. اوكي بعدين نجوب هي خلاص حددت انا، هل هي على مستوى المؤسسه ولا مستوى الدوله ولا مستوى المدينه مثلا، حددت من الناس السب جروبز اللي بنشتغل عليهم، وحددت الوقت هل هنا لونج تيرم ولا شورت تيرم. نبدا تو نبي نكلم ستيك هولدرز، الناس اللي هي حتقرر البرايورتي، كيف نكلمهم كيف نختارهم، اللي نعرفهم اصحابنا اللي عارفهم حيقولوا نفس افكاري انا، شنو الكرايتيريا نجيب بها الناس، من نجيبهم. ريسيرش برايورتي سيتنج از ا كولكتيف سوشيال اكتيفيتي، هو نشاط اجتماعي جامع فيه ناس واجده حتقمز تتعامل مع بعضها. The advisory group اللي هي الجروب القائدة الأولى اللي حتشكل need to define who needs to be part of this collective activity. A broad representation of stakeholders is critical. لازم التمثيل يقعد لشرائح مختلفة، بيش ما يقعدش لأن نجيبهم كلهم من نفس، كلهم بتاعين باطنة هيفكروا لك في حاجات الباطنة، كلهم بتاعين طب هيفكروك في حاجات الطب، كلهم صيدلة هيفكروك في حاجات الصيدلة. نبي مكشرنا، نبي أطباء ونبي صيادلة ونبي فنيين معامل ونبي تمريض ونبي آي تي في الحاجات اللي هنا لهنا علاقة بالآي تي، ونبي إدارة مرات، ونبي خششنا باي من نفسهم هذول من الطب، نبي ننوع، نبي نجيب من تخصصات مختلفة، في الصيدلة الصيدلة تخصصات، الآي تي تخصصات، مرات تلقى روحك تبدا تنوع بالطريقه هذه. نفس الشيء من المناطق، من اي تجيهم كلهم من مدينه واحده، مرات انت مدينه كبيره وعندك كل التخصصات مش جايب حد من برا، بين انت تخطيطك على مستوى المدينه وعلى مستوى الدوله، مستوى الدوله معناها حددت نوعيتهم حتى امكاناتهم اللي بنجيب منهم، لازم يقعد عندك موزايك من ستيك هولدرز باش يمثلا كل الافكار، وكل تقعد عندك ما فيش حاجه ممكن تفوت. وظيفتهم هنا الستيك هولدر هم قلنا اللي حيديروا البرايورتي. علاش نحتاجوهم قلنا؟ اول شيء مينيمايز تشانسز اوف ريسيرش اوبشن بينج اوفرلوكت، احتمالات ان في موضوع ريسيرش مهم مفروض خذيناه ونسيناه تقعد مينيمم، لانك انت في تنوع عندك. انا لو يحطوني ممكن ننسى حاجات اللي لها علاقه بالاي تي ما يخطرش علي نديرها، وننسى حاجات بالصيدله، ونفكر في حاجات الطب بس. لكن لما يقعدوا قاعدين الاخرين كل واحد حيفكر في كل حاجه، هو حيفكر لكن اكثر افكاره حيجن في تخصصه، فبالتالي ضمننا لما جينا ننوع المناطق لو احنا درناها هنا حننسوا الليشمانيه صح؟ لكن لو جايبين ناس من المناطق اللي فين الليشمانيه دغري حتخطر اي اول حاجه هي حطها لك، فبالطريقه هذه حتضمن ان احتمال ان يريحن منك برايورتيز تمت مينيمم. Foster the ownership of the established priority among those involved, thus increasing the chances of implementation of the priorities. هذه كلمة الدكتور مصطفى ديما. باهي كانك تبي أنت البرايورتي اللي تدير فيها بس باش تدير ورقة وتسيبها، والله تبي الناس تشتغل بها وتطبقها. إذا كانت تبي الناس تطبقها لازم تشعرهم أنها طلعت منهم. لازم أنهم كانوا جزء منها، هذا المنتج بتاعهم. ما حدش يحب تنفرض عليه حاجة. خاصة أنت اللي بتفرضها عليهم هم أعلى منك، هم الديسيجن ميكر، هم البوليسي ميكرز، هم أصحاب الفلوس اللي عندهم الفند، هم أصحاب القرار في الدولة ولا في المؤسسة، وأنت تجي من اللوطة تقول لهم ديروا هذين، تقول لك هاتي
صح ولا؟ لكن لما يجدوا هم بارت من البروسس هذه، هم خشين فيها اصلا، مكلمهم وشاركوا معاك في حطه، هم اولا لو عندهم كونسيرن حيقولوا لك يا وقتي، فيقول لك لا راجل انت ايش تحكي عليه، هذا ما نقدرش نديروها، رانا هو عارف الامور التفصيليه اللي تعرفنش انت، لا هذه مستحيله، هذه عندي فيها مشاكل اداريه ولا مشاكل قانونيه، راه جربناها من قبل، انت مش بطلها مرات. او اذا كان وافق عليها لما تجيه بعدين ما يقول لك شنو هذا اللي هو عارفه، كان مر عليه وكان موافق عليه، تسهل عمليه التنفيذ. كل ما تشرك الناس في عمليه التخطيط يسهل التنفيذ، يعني تشرك المنفذين بمعنى اخر في التخطيط يسهل التنفيذ، لكن لما تخطط بمعزل عن المنفذين مش هتعرف تركب من ديما. وهذه ديما دكتور مصطفى يصر عليها في كل اجتماع وفي كل حاجه، ان ما تديروش حاجه بعيد عن الناس اللي قاعده تبي تنفذ، كما ركبتهمش معاك راهو مش حيصير من الموضوع. May prevent unnecessary duplication of prioritization effort and hence wasting of resources. لو فرضنا مثلا كجامعة دولية دارت مبادرة وقالت أنا نبي ندير health priority setting على مستوى ليبيا، وأنا جامعة دولية بتتبرع بها للدولة، وأنا حنتولى حنجيب أنا ستيك هولدرز من الدولة كلها وكذا وندير نصرف عليهم هنا ونقعدهم عندي أسبوع ونطلعوا خطة نسلموها بعدين لرئاسة الوزراء. مبادرة من الدولية، بدوا يتصلوا بالناس، اكتشفوا ان مثلا جامعة واحدة اخرى جامعة طرابلس اوريدي بادية في نفس المشروع. لو انت ما درتش هذاهي حتجد مرات انت تدير الشغل بروحك وتخسر عليه وتقدم لرئاسة الوزراء مثلا، وتلقى جامعة واحدة اخرى دير نفس الشغل وخاسر عليه مقدمة لرئاسة الوزراء، وجامعة ثالثة بعليش كلهم خسروا. وهنا تجد الرئيس الوزراء مرات تقول لك والله انتوا ناخذ اي وحده، احنا باين نديروا وحده باش خسرت مره اخرى. فلما تجد انت كل ما توسع حلقه ستيك هولدرز حتكتشف اذا كان في دبلكت، وبالتالي توقف انت الويست هذا. من هم الستيك هولدرز اللي ممكن يخشوا؟ الستيك هولدرز لازم يكونوا يمثلوا الكالتشرال ديفرنسز في المكان، في الدوله، لو حكينا على مستوى الدوله، في الدوله اهي في فروقات ثقافية في الدول، في دول فروقات ثقافية فيها محدودة، في دول فروقات ثقافية فيها شاسعة، كيف مثلا جي دولة كيف الولايات المتحدة فيها كل الأجناس كل الأعراق كل الألوان، بالتالي فروقات ثقافية عندهم كبيرة، الموزايك اللي عندهم كبير، ما ضروري لازم كلهم يقدروا انفولفد. فمهم انك تفكر في الكالتشرال ديفرنسز اللي عندك في المكان بتاعك، والإثنيكال ديفرنسز الثقافية غير العرقية، العرقية تعتمد هذا بلاك وهذا وايت مثلا، هذا آسيوي هذا أفريقي هذا، لكن الثقافية مرات في نفس العرق الكالشرز مش وحدة الكالشر، أو مثلا احنا عرق عربي، هل الكالشر بتاع ليبيا نفس الكالشر بتاع مصر نفس الكالشر بتاع المغرب؟ مناش كالشر وحدة، في فروقات ثقافية عندنا باي يأثر مرات في الديسيجن أو في اختيار البرايورتي، لازم تفكر فيها حتى إياه. والorganizational differences هذين مثلا لو بدير على مستوى الدولة نجيبوهم كلهم من جامعة بنغازي وجامعة طرابلس، ما عندك جامعات أخرى في الناس وكتب تجيبهم، هذه organization وهذه organization، بتشرك كل الorganizations اللي عندك في الدولة لهن علاقة، لأن مرات طبيعة الorganization تخلي الشخص اللي فيها يفكر بشكل مختلف، وبالتالي يخطر عليه حاجة مش خطرة على الآخرين. بلس أنا قلنا ما يجيش بعدين واحد يقوم لك يرفض لك انها تندار، لا انا ما شاورتونيش فيها، درتوها وحدكم ديروها انتم، يبقى خششهم كلهم. ستيك هولدرز لازم يكون فيهم بوليسي ميكرز، اصحاب قرار اللي هم يوقعوا على الحاجات ياخذوا في القرارات اللي بلاهم ما تمشيش الدنيا، خششهم لازم والا مش حتمشي الدنيا. والفاندنج اورجانيزيشنز جهات اللي تصرف، يعني لو مثلا خلينا من هنا مثلا في ليبيا ما هنش واضحات فاندنج اورجانيزيشن كلهم الدوله، لكن في العالم الاخر في جهات يعطونك فند يقول لك والله يجيب لي بحث كويس انا نصرف لك عليه، تدير لهم بروبوزل هم يعطوك، بس اقنعهم بهذول معناها من البدايه خششهم في البرايورتي سيتنج، لانهم حيساعدوك اثناء ما يقول لك لا راجل شو تحكي فيه راضين والله احنا ما نصرفوا عليهم،
هذين ممكن نصرفوا علي. تبدا تبان عليك انت حتى الريسورسز بتاعك منين يجني، يبان عليك في انواع بحوث رغم مش حنلقى لها ممول، انا مش حنمول الدنيا كلها، ما عنديش قدره. اوكي، فتبي ديما انت ناس فاندنج ايجنسيز ولا اورجانيزيشنز، لان بالنسبه لهم مرات تكون خدمه مجتمعيه، هو عنده بند خدمه مجتمعيه. مثلا تجيك شركه خليج هي شركه نفط، فتقول لك انا دايره خدمه اجتماعيه، ممكن ندعم البحث الطبي لعند قيمه مثلا 100,000 جنيه مثلا، معناها ضم دم يدعم واجيبهم حطهم في البريوريزيشن. مش بعدين لما نجي يقول لك نقول له نبي دعم، يقول لي ابي شنو نوع البحث نقدم له، يقول لي لا البحوث هذه ما ندعمش فيهن. مو انت كنت معايا اصلا لما حطينا البريوريتي ووافقت عليهن هذين، مش حيقول لك لا. هو هذين حاجات كيف ما تقول سياسه فيهن، انك تعرف، لان في النهايه انت تبي قرارات وتبي فلوس باش تمشي البحث، فما تقدرش تعزل الناس اصحاب القرار واصحاب المال عن تحديد الاولويات. تقول لهم هذا علم مش شورك احنا نديره ونفصله وانت ملبسه، يقول لك به فصل عند الصبح مش هيمشي لك. من مثلا ستيك هولدرز؟ قلنا البوليسي ميكرز، الفاندر ولا الدونرز، الهيلث ريسيرشرز، البحاث نفسهم هم اللي بيديروا الشغل، لازم يكونوا مشاركين في الـ في الـ في السيتنج البرايورتيز. الميديكال براكتيشنرز يعني الاطباء والتمريض والفنيين اللي هم ما همش بحاث بس هم اللي يواجهوا في المشاكل، فيقول لك لا هم اللي بيطلعوا لك المشاكل اليوميه اللي عارفين ويقدر ينبهك لنقاط مش متشفاطلها انت. الباحث خاصه الباحث الاكاديمي يعني غالبا في معزل عن الواقع، هو قاعد في الجامعه وخلاص ما يدريش على الواقع عشان يصير فيه. تبي تجيب له ناس من الفيلد من الميدان يقعدوا حاضرين معاه باش يساعدوه في التفكير. الببليك مثلا البيشنتس نفسهم، ما تقول تو بيشنت مخش في برايورتي سيتنج، هاي خش لانه حيفكر بطريقه مختلفه، حيجيب لك المشاكل اللي انت ما تفكرش فيهن. يقول لك والله مثلا مريض، مثلا مريض يجيب لك يقول لك والله احنا مثلا ضايق فينا طريقه معامله الدكاتره، هذه انت اللي ممكن تفكر فيها بروحك، لكن المريض حيفكر في هذا. تقول والله نحن نديروا ممكن نديروا ابحاث على الكوميونيكيشن سكيلز تاع الدكاتره، تحط هذه تطلع لك انا ما كنتش حتفكر فيها بروحك. فلازم تخشش ناس من الببليك معاك في الستيك هولدرز اللي بياخذ ديسيجن، ايكونومست الناس اللي يقدروا يحسبوا لك الجدوى الاقتصاديه ولا وراه فائده هذه لو درتها حتنقص لك التكلفه هذه ولا تنقص لك الصرف بعدين وكذا، فحيشاركك في الديسيجن ميكينج. السوسيولوجيست اللي هم العلماء الاجتماعي اللي يفكروا لك في المجتمع ومشاكله الاجتماعيه، والله تاثير مثلا مش عارف تعاطي المخدرات على مثلا التفكك الاسري وكذا، وهذا يترتب عليه التفكك الاسري يترتب عليه مشاكل امراض وحالات نفسيه وكذا، في مشاكل جنب بعدين صحيه، بمعنى حد يفكر لك بطريقه مختلفه. يعني برايفت سيكتور القطاع الخاص حتى هو مهم لانه يصرف القطاع الخاص حتى هو. السيفل سوسايتيز المجتمع المدني ومني اذرز، انت هذول ما اللي بيتفق عليهم هذه الادفايزر جروب الاولى اللي تخطط تبي تحدد نوعيه ستيك هولدرز اللي بتجيبهم، وبعدين تحدد اعدادهم ومنين تبي تجيبهم توزعهم على جغرافيا وعلى التخصصات المختلفه. رابع حاجه حديرها الادفايزر جروب، يعني اربع حاجات احنا ما زلنا في البلاننج اند بريبريشن، حددنا الكونتكست او شيء شكلنا الادفايزر جروب، حددنا الكونتكست باهي، وبعدين حددنا الستيك هولدرز باهي، وبعدين شنو بيديروا اخرى؟ بيديروا انفورميشن جاذرنج اند سيتويشن اناليسيس، يبي يجمعوا معلومات كل ما هو متوفر من معلومات عن الصحه في المدينه والله في الدوله، يبي يجمعوهن وبيحلوهن وبيديروا منهن كيف الريفيو، لان ستيك هولدرز موجودين منهم هم اخصائيين، قلنا فيهم بيشنت وفيهم بابليك وفيهم ستيك سمو فيهم بوليسي ميكرز وايكونومست، وش علاقتهم؟ وحتى المتخصصين هو متخصص في حاجه والاخرات ما يعرفش عليهن، فتقول لهم عدوا اقروا انتم، شنو يقروا ولا بنقرا ولا ما يعرفش. فانت بتدير التاسك هذا الهوم ورك هذا بتاع الادفايزر جروب، هي تدير ريفيو هذا، هي جمع الداتا وتكتب كيف الريبورت، تحط فيه كل المشاكل بشكل منظم وتدز لهم، بالنسبه لهم يجد هذا الريفرنس بتاعهم، دز الستيك هولدرز ان ادفانس
بش يبدو هم خلاص قروه وتم اورينتد للمشاكل بتاعت الدولة، بش لما يجي يفكر يفكر على بيسز. Research prioritization setting should be as evidence based as possible، معتمد على وقائع اللي قلنا عليهن هذه، مش هيك بالتحكير. So one can easily justify the shift of resources into areas where they are most needed. بالتالي انت تقدر تبرر ليش صرفت عن نوع هذا من الابحاث. الانواع المعلومات اللي بتجمعهن شنو؟ الاولى عن الهيلث ستيتس، المين هيلث بروبلمز في المجتمع، الكومن ديزيزز والريسك فاكتورز بتاعتهم. فمسالكم قلتوا انتم مثلا ضغط، سكر، هاي شنو مثلا اخر قلتوا مالجنسي كذا، لكن به لو جينا قلنا ما حدش قال امراض القلب. امراض القلب واحده من الرقم واحد. شنو الريسك فاكتورز تاع امراض القلب؟ ليش يصير؟ واحده منهن تدخين. معنى التدخين مش مرض لكن ريسك فاكتور. بتفكر بالطريقه هذه بتبدا هم يدوروا فيهن ويدوروا شنو المدير من ابحاث عن الموضوع هذا، هاي ويجيبون ابحاث عندك يعني وتجيبهن وتلخصهن باش الناس تقدر عارفه الايفيدنس منين جاي. الهيلث كير سيستم، النظام الصحي عندك الكرنت ستيتس، شنو وضع الحالي والديفيشنسيز والبروبلم اللي فيه، شنو المشاكل اللي في النظام الصحي هذا، رغم انه اداره هو ولكنه اداره صحيه، فيخش ضمن اولويات البحث الصحي. ولذلك نفس اثنين الابحاث اللي حكيت عليهم، قلت واحده الالكترونيك ريكورد وواحده الالكترونيك بريسكربشن، هن اثنين هذين لهن علاقه بالهيلث سيستم. ليش ما يدروش في انت الهيلث سيستم تاعك اصلا ما هوش اوتوميتد، هو مازال ورقي. تبي تدير اوتومايزيشن لكل الهيلث سيستم انت، معناها تبي تغيره كله الكتروني، تبي تدور الباريرز. ليش الناس ما رفضت؟ انا حاولت درت محاولات صغيره اكزامبلز كذا وما نجحنش. ليش؟ قبل ما نتورط وندير شبكه بي 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 بالملايين وبعدين ما يصيرش منها، لازم نكتشف المشاكل مسبقا باش نبدا نشتغل عليهم مسبقا. فهذا هيلث سيستم ويخش ضمن الهيلث ريسيرش. والهيلث ريسيرش سيستم الافيلابيلتي اوف هيومن فيزيكال انستتيوشنال ريسورسز فور ريسيرش، يبي يفكروا برضو في الامكانيات البحثيه المتاحه. شنو كم عندك من الناس اللي عندهم قدرات بحثيه في كل تخصص، وكم عندك من معامل بحثيه؟ تجي تقول والله منديروا بحث احنا عن كما قلنا هذا بتاع جينيتك انجينيرنج، اصلا هذا ما تحطش في في في, في القائمه بكري واجيب معلومه. ليش؟ لان ما لا عندك حد يفهم فيها ولا عندك امكانياتها، مش هنخش فيها هذه في مراحل متقدمه ربما يقعد عندي امكانيه هذا. فبتدرس انت بتدور انواع البحاث اللي عندك، تخصصاتهم، امكانياتهم، امكانياتك الماديه بتاع المعامل البحثيه المتوفره في الدوله سواء في الجامعات والله في المؤسسات بتاعت البحوث، قبل ما تبدا انت تجيب في الناس وتقول لهم تعالوا ديروا لنا المعلومات هذين كلها نجمعهن ويكتبوهم في ريبورت، وهذا يمشي للستيك هولدرز خلاص باش يقدروا هم هذين الانفورميشن اللي بيعتمدوا عليهن في لما يبدا يفكروا. هذه مشكلتنا احنا. In most low and middle income countries the availability of valid and reliable data may be an issue of concern. تديرها في ليبيا هنا هي تلقى الداتا المتوفره محدوده واللي متوفرة أصلا مشكوك فيها في صحتها يعني، فمرات تخاف تبني عليها توصل نتائج غلط وهي فيجد فيها مشكلة يعني. برضو هنوم جماعة الادفايزري جروب تبي تشتغل على الجزئية هذه وتحاول تطلع الداتا اللي ينعب عليها بس وتتجاهل الأخرات. إذا كان هذا الوضع دولة ما عندهاش، فممكن أنت ما عندكش أنت إحصائيات، فممكن تختار احصائيات اخرى من دول اخرى قريبه لك او احصائيات عالميه وتقول نعتبر ارواحنا كيفهم، تبدا بها هذا. وبعدين لما تدير كمجموعه ريسيرش حيبدا عندك الداتا بتاعك. منين تجيب من الانفورميشن سورسز؟ ليترشر ريفيو تو ايدنتيفاي الجاب ان نولج، تقرا الابحاث المنشوره، مش بس كي تقرا حتى الريبورتس الحكوميات، فهي لما في تقارير بتاع وزارة الصحة، تقارير من جامعات، تقارير مرات فين معلومات، مرات تقارير من WHO ما هنش أبحاث لكن تقارير فين معلومات، هذين source of information تقراها. Research priority identified by
other exercises outside the institute. إذا كان في جامعة أخرى مثلا دائرة الاكسرسايز هذا يطلع ريسيرش برايورتي بالنسبة لها، كويس أنك أنت تستعين به كمرجع باش تحدد الريسيرش برايورتي بتاعك. فهذا مصدر ثاني للمعلومات. المصدر الثالث ستيك هولدر سيرفيز ولا كوشنيرز، يديروا مرات ونحكي لكم عليه الطريقة هذه بعدين. يدزوا كوشنير لل... انت حددت ستيك هولدرز اللي بتعامل معهم، قبل ما تجيبهم تدزلهم كوشنير بنيتها بناء على اثنين لولات فيه أسئلة وتشوف إجاباتهم. مرات إجاباتهم يكون فيه معلومات يخلنك تعدل بعدش لما تجيبهم بعدين تجد كل حاجة تقريبا أنت مغطيها. الأدفايزر جروب مغطية كل الانفورميشن اللي متوفرات عن الموضوع. هذين الأسئلة عادة اللي يدوروا فيهن، الماجنيتيود بتاع الديزيز، الريسك فاكتورز، الانترفنشن اللي متوفر، الكوست بتاع الانترفنشن، والكرنت ريسورسز. طيب ما هو ده ملخص الكلام اللي كنا نحكوا فيه. What are the five leading problems that affect the health services in Libya؟ شنو أكثر خمس مشاكل تأثر قاعدة مأثرة في الخدمات الطبية في ليبيا؟ أنا ما قلتش خمس أمراض، ها؟ خمس مشاكل. باهي؟ قاعدات كل واحد يتذكر هكاي ويفكر في خمسة من رأسه. لا، كيف من بدري يكتبون أنتوا؟ كل واحد يكتب خمس مشاكل. ممكن تقول لي في عشرة، أوكي أنا قلت لك خمسة، تو ما لناش وقت نفكروا في حاجات واجدة. خمس مشاكل يخطر في بالك، أهم خمس مشاكل مؤثرات في الخدمات الصحية في ليبيا. طبعا هذا مش ضروري يديرها يكون دكتور، قلنا احنا ستيك هولدر اعتبروا واحكم كلكم ستيك هولدرز تو، فكل واحد ممكن يفكر، فكل واحد سبق انه تعرض لمشاكل ويقدر يقول والله حاجة واثنين ثلاثة نقدر نقول هذين واضحات ما ينفعان شيء بالتصليح. كملت يا فاطمة؟ قولي لي شنو طلع معك. اعطيني اي تاربع السيستم اصلا علي صوتك بس. النظام الصحي السيستم واللو انكم في الدولة والرقابة على مثلا أدوية أو أي حاجة، المانجمنت الإدارة في المؤسسات الصحية. يعني قالت أن عندنا مشكلة في الثانية شنو اللي قلتيها؟ أن في التمويل بتاع القطاع الصحي أن تمويله ضعيف. باهي؟ والثانية قلتي أن الرقابة على القطاع الصحي ضعيفة. باهي؟ والثالثة أن إدارة الإدارة الصحية ضعيفة. باه تمام. الله عندنا ثلاثة توا. حد دار حاجة أخرى؟ عدم وجود رقابة صحية. به قالتها عدم وجود رقابة، تمام. كان البرايمر هيلث كلينكس، تمام. There is no planning. ما فيش تخطيط. باهي. ما فيش داتا بيز. باهي. Future vision. موارد مادية تكررت مرة أخرى، ها؟ إحصائيات، أها، شباب هنا، شنو عندك كان طلع؟ قلتوهم تقريباً. كلن قال كررهن، ما مهم التكرار، هذا مقصود. الميديكال مانجمنت مقصود منها البوليسيز بحيث إن كيف نصنف ما بين البرايفت والبابليك. تمام. البيشنت فولوينج أمبل اللي هو الهيستوري في الغالب من ضمن الإدارة، الترتيب المؤسسات الصحية ما بين الكلينيك والهوسبيتالز، أمتى البيشنت يمشي، أمتى المريض يمشي الكلينيك وأمتى يمشي الهوسبيتالز. البروفايدد سيرفيس ما بين الاربن والرورال ارياز والكالتشر بتاع البيبل نفسه. تمام. شيء ستاتستكس كونفليكت اوف انترست مس مانجمنت كذلك لا قلت تمريض اول حاجه التمريض ريزيستنت من الدكتورز استعمال سيستمز اوتوميشن سيستمز. تمام. هنا احنا ما زال ما ندرش في برايورتي. ها غاده الصحي ثاني حاجه مثلا المشاكل طبعا عندنا هي الداتا والدوكيومنتيشن بتاع الصحي معدومه ما فيش منها، ما فيش بوليسي ماشيين بها تكون واضحه، والاهم ما فيش اساسا انت الستاف اللي يشتغل لك ماشي ترينج وديفلوبمنت ولا في ايفالويشن اساسا. تمام. احنا تو شندرنا، احنا ما حددناش البرايورتي، احنا حددنا البروبلمز. هاي حددنا المشاكل قبل وبعدين تقرر وين المشاكل اللي يستحق ندير فيهن ريسيرش.
انت كيف حتقرر الريسيرش اللي حتديره اللي مش تحسن بيه الهيلث سيستم اذا كان انت مالكش عارف مشاكله؟ فستيب 1 انك تحدد المشاكل. تحديد المشاكل بترجع حناهي للثلاثة قلنا عليهم، بتدور الأبحاث السابقة، الريبورتس الحكومية، بالتقارير بتاع مش عارف ديوان المحاسبة مش عارف ايش كذا، هذين كلهم مصادر معلومات. أنا توا نبلم نلخص مشاكل القطاع الصحي على هيئة ريفيو باش ندزها للناس اللي بدي الستيك هولدرز. أنا مازال ما بدوش ستيك هولدرز يشتغلوا، أنا الأدفايزري جروب. نلخص الكلام هذاي وندزها لهم هذا الموجود، هذين الحقائق الموجودة، البيانات الموجودة عن الوضع الحالي. هم مش يقدروا، لأن مرات واحد مش خاطر عليه، مش قاريها، ما يعرفهاش، ما يحسبش المشكلة هذه موجودة. اوكي تقدر تقول لي شنو 10 leading causes of OBD visits؟ بلاش ديروا لي حتى خمسة، أكثر خمس أسباب يشيلها في الناس للمستشفى. diabetes fever جروح تروما الحوادث اصابات جي اي تي ديستربنس انيميا هايبرتنشن كارديوفاسكولار ديزيز ستروك ممكن ستروك قلتوه انتوا على اي اساس؟ لا جسن كان صح، كل واحد هيك شعوره الشخصي انطباعه الشخصي اللي شاف ان هو من قبل مرات عليه. لكن هذين ما هنش حاجات سوليد. مرات انت تحكي من البوينت بتاعك، لان ربما في الدائره المحيطه بك فيه الامراض اللي انت سميتهم فاخترن عليك. طيب ما فيش حد قال مثلا حكى على الاطفال شنو يشيل فيهم المستشفى. فيش حد حكى قال انه ممكن ربما اكثر زيارات للمستشفى يكون نساء حوامل للمتابعه. اخترتش على حد. وبالتالي مرات مشاكلك مش هن اللي تحكي عليه، مرات مشاكلك مختلفة. عشان هيك انت تبي داتا، ما تقدرش تدير جيسنج بس، تبي داتا. شنو اكثر، هذه احصائيات من وزارة الصحة، عدد مرات شنو اكثر اسباب يجيبها في الناس للعيادات، شنو اكثر اسباب يدخلها في الناس للمستشفى. قلوا لي توا شي خمس اسباب اكثر اسباب يرقدوا عليه الناس في المستشفى. ولادة مثلا قلتها، ها؟ أزمة. ما أنا هاللي نحكيها نقصد بي، مش بس حتى التخصص، حتى في نفس التخصص في قسم الباطنة بي، شنو أكثر أسباب يخش للمستشفى؟ أكثر أمراض يخشوا بين الناس للمستشفى. كل واحد حيحكي من خبرته الشخصية، يعرف كم واحد خش عندهم ضغط، ما أنا أقول لك الضغط. يعرف كم واحد خش صارت لهم جلطة، أقول لك لا الجلطة. بس كله اعتبار جيسنج، ما فيش داتا حقيقيه. فانت تبي داتا من المستشفيات ومن وزاره الصحه عن تايبز اوف ادمشن، المفروض هم يديروا في الريتس هذين. باي بشن اكثر اسباب الوفيات في المستشفيات؟ كل واحد حيقول من الدائره بتاعه، بينما هي المفروض انه يقعد فيه بيانات. مثلا هذاي حاجه كايدرينها زمان في المستشفى احنا، هذين الـ leading 10 causes of admission في الميديكال ديبارتمنت. السبب الرئيسي للدخول كان التهابات الصدر، بعدها جاء الكورونري ارتري ديزيز، جاء الهارت فيلير، السي في اي، بعدين جيت الديابيتس رقم 5، الهايبرتنشن رقم 6، الازما رقم 7، الانيميا رقم 8. بخطرش على بالك هذا بارا سويسايد رقم 9، المحاولات الانتحار 9، ما هيش حاجه نادره، يعني 9 سبب. المالجنسي جن رقم 10 في اسباب الدخول للمستشفى. بس هذين في القسم الباطنة، ما فيش ولا اصابه هنا. انا لو مشيت على هذين بس حننسى الاصابات، بينما قسم الجراحه كله مرات تلقى اصابات. فانا بنشوف على مستوى المستشفى، باقي المستشفى بتاعي هناك في مستشفى جلاء حوادث كلها اصابات، ما ينفعش. باقي والاطفال وين؟ مش خاصين في الحسبه، اسبابهم مختلفه، ما عندهمش الامراض هذين الاطفال. ما انا بندير انا بداتا على مستوى الدولة، تحدد لي بالجروب بالكاتيجوري، في الأطفال شنو، في الـ في الـ في الـ في البالغين شنو، في الأولد إيج شنو، في الميل شنو، في الفيميل شنو. إذا كان حتى عندك أنت تو، إحنا تو عندنا مشاكل أخرى طرأت وما عشنا ما نفكروش فيه، أن عندنا مهجرين وعندنا نازحين وعندنا مش عارف هجرة غير شرعية،
هذوم أمراضهم مختلفة لأن ظروفهم المعيشية مختلفة. هذوم يجوك من الأمراض اللي أنت متوقعش أن فيه في ليبيا بتاعت سوء التغذية وبتاعت السكيبس ومش عارف شنو وني هذين بتاعت معناها تقول لا أنا بندير كاتيجوري بروحها هذوم بنشوف شنو أمراضهم مرات هذوم يفرقوا أمراضهم مش هذين اللي يخشوا بهن. هذه الفكرة هذه تشيك ليست مش هنحكي عليه يعني بس هذي الايشوز اللي تو بي كونسيدرد ان سيتويشن اناليسز لما الادفايزر جروب تبدا تشتغل وبتدير سيتويشن اناليسز شنو النقاط اللي لازم تدورهم بالوحده. انا اعطيت كم اكزامبلز هذين الاسئله اللي لازم تجاوبهم هي دور الابحاث اللي عليهم بنيت عليهم باش تكتب الريبورت بتاعها الاولي او الريفيو الاولي اللي بتدزه للستيك هولدرز. كملت المرحله الاولى بتاع البلاننج والبريبريشن وهي عاده تاخذ الايفورت الاكبر ديما لما تضيع وقتك في التخطيط والتجهيز قبل غالبا النتائج يصير منها. لما تستعجل بتكلفة غير مهم نديروا السيتنج نفسه غالبا توصل النتائج ضعيفة. فأكثر الإفورت مشى في الجزء الأول. تو الجزء الثاني سيتنج لبريوريتي كيف نديروها. The workshop can be designed to be one day exercise ولا two to three days exercise. حطت البيارتي بحقها ممكن تديرها في يوم واحد وركشوب واحدة صبح للعشية تنتهي أو ما بين 2 إلى 3 أيام تعتمد على نوع الناس اللي عندك. إذا كان عندك ناس متعودين على إدارة البريوريتي اكسبرت فيها وفي طبعا في تكنيكس هن يستعملوا فيه مرات الناس متدرب عليهم وتعرفهن مش هياخذوا منك إلا يوم واحد ينهوها. لكن كان تبدأ في مع ناس جدد كما مثلا وضعنا إحنا عمرها ما دارت الأكتيفيتي هذه من قبل مرات في يوم واحد ما يقدروش نحيدوا مش متعودين وكذا فرات تاخذ منك مرات يومين ثلاث الوركشوبز تديرهن باش تكمل سيتنج للبرايورتي. لكن مع تكرارهن حيصبحوا الناس بتاعينك اكسبرت وممكن تديرها في يوم واحد. ستيبز ستيب باي ستيب بروسيس لازم تحدد انت الكرايتيريا فور سيلكتنج للبرايورتي والميثود اوف ويينج للبرايورتي تو نحكي عليه انت. الكرايتيريا شنو؟ انا لما بنحدد ايا موضوع يجي الأهم بنعتمد عليه البابليك هيلث بنفيت الفائدة اللي هيستفيدوا منها الناس لو درنا البحث صدفنا مجتمع should we do it نفكر في الفيزيبيليتي can we do it هل إمكانياتنا تسمح مرات حاجة ممتازة كذا بس إمكانيات تسمح نقولوش نديروها والكوست إمكانيات البدل الكوست هنا can we do it نقصد هنا الإمكانيات البشرية والتقنية وكذا والقانونيه. يعني مثلا تو لما نقول احنا ارقى نوع من الدراسات هو الكلينيكال ترايلز باي ان نجرب ناخذ ناس نقسم مجموعتين مجموعه نعطيهم الدواء اي ومجموعه نعطيهم الدواء بي ونشوف المجموعتين شنو فرقان باي. هذه العالم كله ماشي كل الادويه نستخدمه فيه تو مزيات بالطريقه هذه هذه الطريقه العلميه الصحيحه اللي تقدر تديرها في ليبيا. يجيك واحد يقول لك هذه احسن طريقه وهني بس ما اقدرش نديرها في ليبيا عندي فيها مشاكل تبي تشريعات ما عنديش تبي كلتشر ما عنديش من الناس بيرضى انك تجرب عيد تقول انا جرب اقدر هيك دواء يطلع ما يطلع بصير. مجتمعنا ما يقبلهاش مجتمع اللي برا يقبلها. فانت مرات من البدايه تقول هذه ما تخشش لا الموضوع هذا ما يندرش لان وي كانوت دو ات ما نخشش انا في 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 البرايورتي بتاعي عارف روحي حنعبي بيه ورق على الفاضي مش حيندار. والكوست بعدين جيت التكلفه مرات تكون حاجه تندار لكن تكلفتها عاليه اوكي. فهذين المعايير الثلاثة اللي علي أساساً حتحدد وين تجي الأولى وين تجي الثانية وين تجي الثالثة. لازم يقدروا هم يفكروا بالطريقة هذه هل حتفيد الناس هل عندنا الإمكانيات البشرية والقانونية والمشارف الفنية نديروها وهل التكلفة بتاعها ممكنة ولا غالية. كيف نأخذه هنا كل واحد حيفكر بروح توا أنتم أنا كم مرة قلت لكم كل واحد كتب حاجة صح؟ في حاجات اتفقتوا فيهم وفي حاجات اختلفاً فكيف نحلوها هذا؟ هذا اللي حيصير في الواقع حيقعد عندك 30 40 واحد جايبهم أنت 100 واحد مرات في الستيك هولدرز وكل واحد يطلع لك بليستة مختلفة بناخذوا ليستة من؟ كيف يتفاهموا؟ كيف نطلعوا ليستة متفق عليها؟ هذه الديلمة هنا المشكلة عندها طرق حتى هي وهذين هذا ايش قلت لكم لما تكونوا الناس متعودين ومدربين الطرق هذين بسهوله تمشيهن لما بطريقتنا احنا العاديه مش حيعرفوا يمشوها وبالتالي تاخذ وقت اطول. فعندنا الكونسنسس بيزد ابروتش عندنا طريقه الاتفاق انه يبدا نقاش باهي
تناقشوا. انت قلتي برونكيال ازما هي الاولى، هم قالوا لا مندسايتس هي الاولى من بدري. يبدا نقاش، لا هذه الاولى، لا انت ليش اسبابك، انا شنو اسباب نين، يبدا يصير اقتناع، لا خلاص يبدا اه والله صح عندكم حق، هذه فكرتكم لا غيروها مناك. هذه كويسه لكنها تاخذ وقت واجد، ومرات عيبها ان طبيعه البشر في ناس مسيطرين دومينانت، ها تلقاه في النقاش حتى في الاجتماعات العاديه تشوفهم ديما في ناس تفرض رايها. ما عندناش حل لك، احنا بوش راي اللي ينفرض، نبو الراي الاصح، مرات اللي يفرضه ما هو الصح. وفي ناس بطبيعتها قد تكون عندها افكار لكن طبيعتها تحبش تدوي، فيقعد ساكت وخلاص لا اوكي لا موافقه، وحرمنا من افكار قعدت في راسه لانه طبيعته ما يدويش. فطريقه الكونسنسس هذا اللي هي اللي تندار عاده بالفوكس جروب ديسكشن يديروا فيها الاجتماعات اللي فيه النقاشات، يلا يقولوا احنا جلسه عمل وجلسه تحاور، مفيده هي كويسه لكن مشكلتها تستهلك وقت وممكن الدومينانت يخرب. لا الدومينانت والله الشاي، الشاي يحتفظ باللي عنده، الدومينانت يفرض رايه ما تطلعش بالانسب. الثانيه المتريك بيزد ابروتش اللي معتمده هنا، هي يديروا في حاجه اسمها الدلفي تكنيك، سمين بي الدلفي تكنيك. الدلفي تكنيك هذا شنو حنديروا احنا الادفايزري جروب، نديروا كويشنير باهي فيه اسئله لكن اوبن اندد، اكتب ما هيش تك كيف الكوشنير العادي، اسئله ولوطه اكتب اجابتك انت. مثلا من بينهن هن كما قلنا توا، شنو اللي كنت نسال فيه كيف توا انا مثلا، شنو الموست كومن كوزز اوف ديث، شنو الموست كومن كوزز اوف ادمشن، ويمشي الكوشنير للاشخاص بحدهم. هنا هي كل واحد في حوشه، في بروحه في حوشه، ياخذ اسبوع شهر يفكر فيهن ويعبي لنا الكوشنير. هذه ميزتها اولا مش محتاج تجمعهم، هاي هذه ميزة. ثانية ان نقدر نستهدف عدد كبير، لما بنجمعهم كم نقدر نجيب واحد مع بعض 100، لكن بالطريقة هذه ندير حتى 1000 كوشنير. بعدين يجون اجاني الردود، ردود قامت عين الادفايزري جروب تبدا تبحث فيهن شنو الردود اللي فيهن اتفاق وشنو الردود النادرات، نحول الحاجات الشاذات واللي عليهن اتفاق نعاود نكتبهن على ايه كوشنير الستاندرد بتاعنا لكل وحده معها اجري دونت اجري مثلا ليكر سكيل هذا، وتردهن لهم من جديد الراوند الثانيه. يبدا توا كل واحد يقيم فيهن، فيبدا يتقيما. بعدين التقييم هذا البرايورتي تجي من التقييمات، اللي اخذت تقييمات اكثر جي هي رقم واحد، اللي بعدها جي رقم اثنين، بعدها جي رقم ثلاثه. هذه مترك، هذه تتخلص فيها من الدوميننت بيبلز، ما حدش يقدر يفرض رايه لانه هو مش قاعد، هو رايه جا في ورقه كيف الاخرين. ومش شاي بيبل اللي ما يحبش يحكي وديما داس افكاره هنا حيكتب عادي. هذه تقدر تديرها النوميننت، الناس ما تعرفش، ما حدش يعرف هذه جايه من من، وبالتالي هو يكتب براحته، يخاف يقول لك تو نكتب يضحكوا علي وني يعرفوها مني انا يضحكوا علي يقولوا ما يعرفش وكذا، ما يبش يكتب. لكن هي حتجيك النوميننت، ما حدش عارف مصدرها، هذه بتاع فلان ولا بتاع فلان بتاع فلان، فهو حيكتب براحته انا. فهذه ميزاتها. عيوبها انها تطول، دزلهم يعني يردوا عليك، وبعدين تدرس الردود وتعيد تطلع كوشنير الثاني وتدزلهم مره اخرى ويردوا عليك، وبعدين تعيد الكتابه ومره تدزلهم مره ثالثه، تاخذ وقت طويل. الدروب اوت واجده، في ناس واجده مش حتكتب، تقول لك فكني كم جاكم كوشنير ايميلات وتجاهلتوهم، نقول لك بينما لما يكون قاعد في المكان حيضطر يدوي. فما فيش طريقة كاملة، كل طريقة لها ميزاتها وعيوبها. في اللي يدير في مكشر يبدأ بدلفي، وبعد ما تطلع عنده الفكرة بعدين يجمعها يلمهم كلهم، بش حتى اللي ما شاركش كويس في الأول وكذا، توا نعرض عليك الأفكار بشكل كامل وتبدأ النقاش الراوند تيبل هذا. عادة احنا قلنا الجروب بتاعك حتقعد هيتروجينس، فيها ناس عاديين، قلنا تلقى فيها ناس من الببليك، مرضى، اقتصاديين، سياسيين، ديسيجن ميكرز، وفيها خبراء في التخصص. يعني انا تو مثلا واحد خبير بتاع مثلا بتاع سرطان، باحث بتاع امراض السرطان، تو اللي بيقرر لي شنو ندير من ابحاث هو المدير اللي ما هو شرط الطب. فشنو يصير؟
يقول لك في الـ في الـ في, الـ في الـ لما نبدا البرايوتيزيشن تدير في الاول الارياس او الاماكن العامه او شو نقول عليهم المجالات العامه بتاع البحث هذين يحدوهن الجروب واسع ستيك هولدرز وزي لكن بعدين في كل مجال تفاصيل بتاع البحث يحدوهن الناس الاكسبرت في الفيلد. هنعطيكم مثال كذا حدوا لي انتم توا اهم مجالات للبحث الطبي في ليبيا مجالات بحث طبي في ليبيا شنو طبعا احنا توا انتقلنا من شغل الادفايزر جروب بدري نشتغلوا كاننا احنا الادفايزر جروب توا نشتغلوا كاننا احنا ستيك هولدرز كل واحد توا يفكر بطريقته هو طبيب مش طبيب ما لهش علاقه انت لو كان يقولوا لك قول شنو الابحاث المفروض يندار في ليبيا مش اسامي الابحاث المجالات هاي دروا لي اربع خمس مجالات كل واحد هاي السريع اعطونا دقيقه تكتبوا فينا يعني الدقه والصحه مش مهمه انا هامنتني الفكره بس اوكي كتبت هذا انا اول حاجه مش نظري اداره المؤسسات الطبيه يعني اول مجال من مجالات البحث الاداره الصحيه هذا مجال ما خصناش في تفاصيل المجال بس احنا نبه درت لنا حاجه اخرى الثانيه الان في مشاكل كبيره زي الارجنتينه وما دول التقنيه المعلومات اهمت بشكل كبير ممكن تسهل عمليه التقارير تسهل عمليه التواصل الهيلث انفورماتكس باي الشيء سمو في ترجموا فيها المعلوماتيه الصحيه باي هذا مجال اخر تمام باي الانفورماتكس اها لأن يتكرر ريتو لما انتم توا ستيك هولدرز تو هم اشتغلتوا انتم كل واحد بروحه بس بدن افكار يتكرر هيلث انفورماتكس بدات تتكرر شكلها ما راح تكون حاجه مهمه ها الالكترونيك ناشونال ميديكال ريكورد اها هو هذا ممكن يجي تحت الهيلث انفورماتكس تمام خلاص نحكوا على المجالات تو نوع تفاصيل المشروع بروحه هذا نتو المجالات بس مجال الهيلث انفورماتكس تمام اها حاجه اخرى تاثير شبكات الاتصالات اي هذا 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 انت خشيت في التفاصيل تو احنا قبل التفاصيل نحكوا على المواضيع العامه بس هيلث انفورماتكس يشيل هذين كلهم شنو هي حتى انا طبعا اول انفورماتكس ثانيا فعاليه الادويه نحس انا مرات الادويه اللي جانا السوق الليبي مش ممكن تبي دراسه شنو لما ندرسوا فعاليه الادويه شنو المجال اللي يحتاج هذا مشروع هيك لكن ها كواليتي ماثي الكواليتي اشور الامراض المزمنه الامراض المزمنه اها تمام ما تمام خاص ممكن حطيت المجال الدراسه تمام نفس توفير الادويه بشكل دائم ذات الجوده العاليه الجوده ردينا للكواليتي كنترول ولا بتاع ولا كواليتي اشورنس بتاع الدراجز كتبتوا حاجه يعني سبيسيفيك اللي هي انفكشوس انكولوجي اه كيف شنو يعني مثلا مثلا زي الكوفيد الانفكشوس ديزيزز لا احنا ما زلنا نحكوش على حاجه محدده نحكو على برود توبكس ارياز هيك تمام غيره نفس بس هنا كلها ميديكال بس قلنا نسمعوها قرينا قرينا انفكشوس انكولوجي ريسبيراتوري كارديولوجي رينال اندوكراين والهيماتولوجي هنا حاجه ابيديميولوجي اها الاناليسز للداتا بتاعت المستشفيات راح يجي بعد ممكن الهيلث انفورماتكس محتاج داتابيس فيها البيانات كلها تمام 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 اوكي اها خصيتي بتفاصيل انت باهي خلينا احنا يعني في دراسات صيدلانيه مثلا والله شو تسموها والله ابحاث لها علاقه بالصيدله بعدين نخشوا في تفصيلهن انواعها تمام اها رينال فيلر رينال فيلر انت خشيت هنا في حاجه محدده مازال احنا ما زلنا توا في الخطوط العريضه اوكي انا خشيت اديوكيشن صراحه ها اديوكيشن ها مثلا البرود كاتيجوري عند الليرنينج انفايرمنت الميديكال اديوكيشن يعني خلينا الليرنينج انفايرمنت تفصيل انت تحكي على الميديكال اديوكيشن هذه اريا ها فارماسي براكتس ممكن يكون هيك ف
فهذه الطريقة اللي يبدو يفكروا بها ستيك هولدرز. طبعا تعطيهم ما تعطيهمش دقيقتين كما درت لكم انا. وبعدين انتم توم عندكم انفورميشن كل واحد يجيب فيها بالتحكير. لكن انتم لو انتم ستيك هولدرز جياتكم الانفورميشن كاملات في الريبورت اللي درناه دارات الادفايزري جروب اللي قلت لكم عليه جايكم قريننا وكل واحد واخذ وقته ومفكر وتقمزوا بعدين كيف انتم توا بدن كل وحدين افكاركم مختلفه. الصيادله كل افكارهم شعور الصيدله. ساره قالت ميديكال اديوكيشن لان هي لها علاقه بالاديوكيشن. انتم حكيتوا حاجات اي تي. هم هيك ستيك هولدرز حيكونوا هيك كل وحدين حيجيبوا لك حاجات لهم علاقه بمواضيع. ممكن يقول لك حاجه او اثنين من المؤخرات لكن بيتوا كيف انا بنخلطهم هذين. وين الاهم نديروا هذه والله اللي قلتوه متاعين الصيدله ولا قالتهم ساره. حيبدا كل واحد يقول لك لا بتاعتي انا اهم. هنا قصه الكرايتيريا والميثود بتاع الديسيجن. ان يا اما يبدا ديسكشن وكل واحد يدافع عن فكرته يقنع بها الاخرين. وهذين عندنا الجروب ديسكشنز عندنا حتى انا تكنيكس يعني مش حنحكي عليهم تو. كل واحدة عندها طريقتها لازم الطريقه اللي تعتمدها تدرب عليها الناس باش يمشوا عليها. او بتديرهم بالديلفي اذا كان هذين نزلت الكم اسئله وجاني اجابات كم مكتوبات. انا حنبدا نصنف فين الهيلث انفورماتكس تكررت كم مره, الانفكشن تكررت كم مره, الاديوكيشن, ونبدا ندير فين على هيت كويشنير ونرد الكم بعدين اختار لي هذا هي كم تعطيها اجري واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه درجتها. ونبدا نطلع في ستاتستكس ويبان علي الاكثر عليه النجماع اكثر. وممكن بعدها نجمعكم ونقول لكم هذين النتائج بدكم تناقشوا فيهم. هذين التكنيكس اللي في اثناء الاكسرسايز كيف يندار. هذين هذا ايش قلت لكم؟ كل ما ان الجروب اللي يشتغل يتقن في التكنيكس هذين ومتعود عليهن كل ما الشغل يمشي سريع. كل ما الجروب جديد على التقنيات هذين وتفكير طريقه التفكير هذه ويبدا النقاش. تشوفوا انتم اجتماعاتنا اجتماع جوع على ساعه نقدر اربع ساعات مرات. ليش؟ تلقى لما جيت تفكر بعد ما تروح هو الاجتماع ما كانش يستحق اربع ساعات. تلقى ان دوا واجده ما كانش لها لازمه. نقاشات تفرعات جانبيه نحن ما نعرفوش الطرق بتاعت الجروب ديسكشن هذين. فتضطر انت لما بتديرها بتدرب الناس قبل باش ما يضيعش الوقت. يقعد يمشي ساعات وثمره محدوده. انا مثلا كادير ريسيرش اريا مثلا الومن هيلث تشايلد هيلث نون كوميونيكابل ديزيزز وكوميونيكابل ديزيزز. باي النون كوميونيكابل هنا الكرونيك ديزيز اللي قلت عليه مثلا انت خشن هنا تحت النون كوميونيكابل ان الومن هيلث. هذين ارياز طبعا تحط تحت هنا هيلث انفورماتكس. انا حطيتك يا اربعه من راسي جن هيك وقلت لك كل واحد عاده يميل يفكر بطبيعته هو. عشان هيك ستيك هولدرز لازم يكونوا متنوعين مش مريح الشيء. هنا هي مثلا في إدارة أوليات بحث العلمي في مجال الرعاية الصحية في ليبيا في تغيير أعطاني دكتور مصطفى مديور من سنوات في الدولة الليبية. ما عنديش عارف على أي أساس دايرين ما اللي داروه ما عنديش عليه أي فكرة بس لقيتها. فحطين هذين الأولويات هم الأرياز يعني باهي حطين دراسات الاجتماعية الرعاية الصحية البحوث الخاصة بالدواء والرقابة الدوائية والغذائية ومواد التجميل مكافحة تلوث البيئة الأمراض المشتركة. من يشاهد شنو الأمراض المشتركة حتى لما قريتها ما فهمت شنو هي باهي. بحوث التغذية لا ما قريتها أنا شنو الأمراض ما فهمتها شنو بصراحة. بحوث التغذية تطوير البرامج التعليمية الصحية وتنمية القوى العاملة الصحة المهنية والطب الصناعي. هذين المجالات باهي الأرياز اللي حدينهن باهي تحت كل أريا تو بتخش في تفاصيلها باهي. خلينا مثلا هنا هي خلينا ناخذ الومن هيلث باي هاتوا كذا كل واحد فيكم يكتب لي تحت الومن هيلث يخلي الاريا يضيقهم. الومن هيلث صحه المراه واسعه. حدد لي مشاكل محدده في صحه المراه انت بتدير عليهم الريسيرش. 1 مينيت كي كل واحد يدير لي ثلاثة أربعة افكار. كملنا قول اولا الحمل والمومن برنسي المرأة والحمل. هذه طلعتنا من الاريا الومن هيلث قضية المرأة والحمل. هذا قصة بروحها بدنا نشوف فيها. أمراض سرطان الثدي بريست كانسر. أنا خشيت في تفصيل. المرأة والسرطان اللي هيك كانسر مومن اند مالجنسي بروح بدنا نشوف فيها تفصيلها. هشاشة العظام مش عارف. المرأة وهشاشة العظام تمام. مضاعفات ما بعد الولاده المراه والحمل والولاده بدات تطلع عندي بدني تكرر اشياء. الاشياء اللي حيتكرر واجد معناها هن الاهم.
بطبيعة الناس كلها تدور فيها، انت تدور كلهم شايفين انها مشكلة. تمام؟ الحمل سرطان الثدي مضاعفات الانجاب. الحمل مضاعفات الانجاب خلاص خش في مجموعة تكررت للمرة الثالثة. فهي سرطان الثدي احنا قلنا تو ما زلنا في مواضيع عامة، خليها يعني والسرطانات المرأة والسرطانات. تمام؟ بدنا يتكرر ها؟ الحمل والعقم، الكانسر، السمنة والثيرويد. الحمل خلاص تكررت مرة أخرى، العقم موضوع آخر نحل، باهي السرطان، باهي الكانسر، السمنة والثيرويد، الأوبيزيتي موضوع آخر نحل، والثيرويد باه ماشي خليها هيك. تمام تمام ها؟ التفصيل بدنا نخش في تفصيل توا ها؟ احنا كاتبين البريجننسي ولا تكثر اتكرر اخرى؟ يس كاتبين ديزيز كيف بريست كانسر اوفريسيست هيرتيك. لا مش هيرتيك بالوحده، بريست كانسر قلنا ما زلنا نحكي على مواضيع عامه خليها الكانسر. اوكي فهي عندنا اخر هرمونال ثيرابي. هرمونال ثيرابي يعني ريبليسمنت ثيرابي تاع المينوبوز يعني باه. تمام المراه والمينوبوز فهي مثلا باه تمام اها. المنتل هيلث والامرجنسي المنتال هيلث حاجة جديدة ما انقالتش. شنو المنتال هيلث؟ الصحة النفسية وأمراض الشيخوخة. تمام دكتور لنا كلها اللي تحت مينيبوز المنتال هيلث يعني اللي ما هنش مينيبوز ما يصير لهنش منتال هيلث يحتاجنش المنتال هيلث. أغلب اللي هنا علاقة بالهرمون تشالنج. تعالوا نشوف ايش رأيك في الدبريشن كومن في الـ في الـ في, الـ في الكبار ولا في الصغيرات؟ ستريس ديس اوردرز كله هاي ما ريت ما نام هي مش فانت خلي الموضوع عام تو باي. تمام دكتور الكانسر الكانسر بريجننسي بريجننسي اها. وفي عندك كارديو فاسكولار ديزيز ريليتد وذ ذا وومن والهاي ليبيد بروفايل ريليتد وذ ذا وومن. تمام شنو تقولي حاجه هو شفيش بيه بريجننسي خارج الرحم اها. فبريجنسي خارج الرحم تفصيل احنا القطار العام المرأة والحمل تفاصيل بتاعتها كل حاجان بعدين احنا تو قاعدين نفرع وبدينا بمواضيع عامة وومن هيلث بدينا نديره في التفريعات المرأة والحمل المرأة مثلا والرضاعة المرأة والسرطان المرأة والصحة النفسية المرأة والمش عارف شنو قلنا مثلا ويقدر عندك تو بدنا يطلع عندك فروعات بعدين تحت كل فرع حدير تفصيل. في حد بيضيف حاجة أخرى اللي قالوهن؟ لو تلاحظوا أن تكرر حاجات واجدة هذا بدأ يبين لك في البريوريتي في وسط الليستة كل هذا هي أكثر حاجات تكررا غالبا هن الأهم بالتالي حياخذن هن الهاير رانكينج بالضبط. اللي أقل منها يجي الثاني الثالث ممكن يصير دسكاشن مرات باي واحد يقول حاجة بعد النقاش كلكم والله مش بطني لا فعلا ده هذه يغيروا رأيهم كلهم يحطوها هي الأولى. فمثلا ندرتها ناهي الومن and cancer حطينا تحت هذا تفصيل woman and osteoporosis بس نحن قلنا ممكن ترمي قلتوا أنتم أحسن woman and menopause osteoporosis جي تحتها هاي woman and anemia هاي والمنتال هيلث هاي قلتوا المنتال هيلث تمام. خلينا كيف الدبريشن وكيف الستريس ديس اوردرز تمام. خلينا ناخذوا البريست توا درنا نيد درنا الاورام الاربعه الشهيرات بتاعت الفيميل قضينا وومن اند كانسر بعدين خشنا بريست كانسر كولون كانسر اندوميتريال كانسر وشنو اوفيريان كانسر مثلا تمام. توا خلاص تمن توا في كل البريست كانسر شنو هنا 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 كمال دور ستيك هولدرز العامين هنا خلاص شنو انواع الابحاث اللي ندارهم في بريست كانسر هنا تمت ما ينفعش يقعد معايا واحد ما هوش عارف عن الموضوع شيء هنا او حتى لو موجود لكن الوزن والعدد للاكسبرت الناس اللي هذا متخصصهم يبدو يحكوا فيه لان تفاصيل البحث هذا خلاص خشينا في شيء تفصيلي هذا كذا. ديروا لي شنو ممكن انواع البحث اللي يندارن على بريست كانسر يسموها ريسيرش كويشن سؤال البحث اللي هو اجابته انت تبي تجاوبه بالبحث باي سؤال البحث يعني اللي هو الهدف الرئيسي من البحث هذا هي شنو باش نتيجه البحث هي اجابه السؤال. تخيل لي كل واحد شنو انواع الابحاث اللي ممكن يندارن على بريست كانسر قصدك
انت تو خلاص ابدي فكري البحث اللي تريه يناسبك. والله انا فعلا بريست كانسر كان في بحث معين لازم يندارك، عندك فكره اكتبيها. هنا خصينا في التفاصيل هاي هذه المرة. طبعا هتمشي بمراحل، انت في الاول منين تكمل الارياس تحددهن وديرهن برايتريزيشن ويتفق عليهن وتنتهي قصتهن. ماشي نجيب بعد ما نخش في التفاصيل رد لي واحد على اريا واحده اخرى انتهت. بعدين نخش في كل اريا نمسكها بالتفصيل شنو المواضيع اللي يندارن فيها. تمام كويس. كتبنا حاجة. مثلا السؤال الأول، ما هي أعداد مرضى سرطان الثدي في ليبيا في آخر 10 سنوات وما تصنيفاتها؟ هل هو حميد وخبيث مثلا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، هل أمراض سرطان الثدي اللي في ليبيا متعلقة بالثقافة تانا؟ هل مثلا متزوجات أكثر أو العازبات أكثر؟ تمام تمام. يعني هنا في سؤال هو بيعرف البريفالنس أو بتاع البريست كانسر، كم نسبة حدوث هي أصلا عندنا هنا؟ هذا سؤال أول، هذا بحث، موضوع بحث ممكن يندار. موضوع ثاني بيعرف الريسك فاكتورز، ليش يصير عند بعض الناس هاي، شنو هل له علاقة بعامل العمر أو بعامل الوراثة أو بعامل زواج من عدمه أو كذا. الريسك فاكتورز باي هذه موضوعين مثلا هاي. ما هي الفئة العمرية الأكثر عرضة الايج جروبس؟ نفس الشيء بيعرف اي فئات اكثر. تمام. ها حاجه اخرى، علاقه ادويه الامراض المزمنه الريسك فاكتورز، هل بعض الادويه يعتبر ريسك فاكتور يعني سبنها قصدك؟ اي هل بعض العلاجات يستخدمين الناس هن ريسك فاكتور؟ تمام. هل هذا النوع من السرطان ممكن يمتد لاعضاء الجسم الاخرى؟ هل ممكن انه ينتشر او لا باهي؟ تمام. ها من الايرلي دياجنوستس، اذا كان في اي ايرلي دياجنوستس اذا كان حصل. وطبعا هنا يشدني التخصص الاوتوماتيك دياجنوستس باستخدام الام ار اي، كانك تدير ديفلوبمنت سوفت وير معين بحيث انك مجرد تاخذ صوره تعرف ان الشخص افكتد. تمام. كيف ندير سكريننج مثلا؟ والله ندير ايرلي دياجنوستس باي، هل الام ار اي ينفع ولا ما ينفعش؟ تبي تقارن معناها انت بطريقه اخرى وتشوف اين فين احسن. تمام. شو ندرتو اخرى؟ اي يعني كيف حيكون السؤال؟ الكويستشن لاي مادة هو جيناتيك؟ يعني النسبة من كم لكم هو جيناتيك او لا؟ نسبة او هل ممكن ينتج؟ كيف حتعرفيها اي نقصد هذا جيناتيك ولا لا؟ شن حتدرسي انت؟ ستاتستكس يعني مثلا كيف تبي تدوري جينز معينات؟ يس ايوه. انا بدي تشوفي هنا هي البريفالنس اوف جينز معينات في البريست كانسر تيشو باهي هنا. والله بتاخذي فاميلي هيستوري بس انت باي، بتقولي بس بالهيستوري. تمام. اها حاجه اخرى، الايرلي دايجنوستس. تمام. ها كريسك فاكتورز، ريسك فاكتورز، هل الانفايرمنت ريسك فاكتور ولا كيف؟ شنو الانفايرمنت يعني؟ حمو الصقع مثلا؟ انت بتحدد شنو هن الريسك فاكتورز بتدرسهم انت. تمام. انا تو ما قالوا ريسك فاكتورز اخرى، انت مرات تدير دراسه واحده على الريسك فاكتورز كلهم هاي. اها احنا قلنا حتى الايج مور سسبكت ان يجيهم الايج هاي. تمام. هل في علاقه بين ابورشن بريست كانسر ولا لا؟ وان الهرمونال تشينج حتى هي اللي هي كوز بريست كانسر. شو الكومبليكيشن بتاع كومبليكيشن ده البريست كانسر ده؟ او شو السبب؟ الايتيولوجي ما هي. تمام. انتشاره في منطقة معينة البريفالنس كيف ما قالوا. mitigate the risk of breast cancer by breastfeeding. هنا الانترفنشن، هل البريست فيدينج ينقص الريسك او لا؟ جود. التأثير النفسي والاجتماعي. اها السايكولوجيكال افكتس باي والسوشيال افكتس. اها انا كتبت ان نشوف شنو هن السب تايبس بتاعت البريست كانسر اللي في ليبيا. تمام. يعني ممكن هذا هي جيناتيك ستاديز عشان نشوف الموست كومن ميوتيشن. تمام. هذا عندي موضوعين يعني التنبح ندير فوكس على المواضيع هذه بحكم البيشنت كنا نشوف فيه. الحاجه الهرمون الثيرابي كونتراسبتيف مع البيشنت كريسك فاكتور. ريسك فاكتور.
وتاني حاجة الدرجز اللي يستخدموا فيهم التريتمنت من بين أكتر درج يعني من فيه بيجيم أفيلابل التاموكسيفين ويستخدم اليانج بيشنت هو ياخذ 5 سنين بعدين البيشنت يلقى إن هي أوكي تريد حياتها طبيعية وتعاد يعني كان مواضيع لنا اللي نشوف فيهم تمام اللي بين فين فيميلز اوير enough على الديزيز الاويرنس تاع الفيميلز اصلا باهي تمام في عندنا the breast cancer and pregnancy and the pregnancy for the pregnancy اها اها تمام هذا تمام انت مكي تو درتوا جي غير في دقيقتين ثلاثه درتوا جي 10 مواضيع ابحاث باهي عن البريست كانسر بروح هيجي هنا لما يندارم بالطريقة هذه هيبدأ في نقاشات مرات في في سؤال تقول لا هذا معروف إجابته عندنا دليل البحث هذا 10 مرات من قبل ملاش معنى ننكره خلاص هذا دوبليكيشن حوله يبدأ هنا النقاش باي مرات يجي يقول لك لا أوكي الفكرة هذه والفكرة هذه هذه كلها نجن بحث واحد يصاغ باي طبعا لما تصيغ السؤال هذا الشغل حيجد شغل قلنا مش بتاع الجنرال ستيك هوردرز حيجد الشغل بتاع السبيشالست السؤال بتاع البحث لما يصاغ لازم يقعد في حاجه صوره اسمها سموها بيكو سامعين بيها البيكو باش انت تفكر تكتب سؤالك مرات يجي ناقص البيكو يعني البوبوليشن انت تبي تدرس اي بوبوليشن بريست كانسر في كم في اليانج فيميلز والله في البريجننس باهي والله في الفيميلز اللي يخدم في اورال كونتراسبتيفز لازم تحدد البوبوليشن بتاعك ان كلهم فيميلز لكن اي فيميلز هنا هي بتحدد تحدد نوع البوبوليشن اللي بتدرسها لازم سؤالك تكون فيه الاي انترفنشن والله مرات اي اكسبوجر اذا كنا بندرس ريسك فاكتورز انتم قلتوا علي مثلا هل استخدام الاورال كونتراسبتيفز يزيد الريسك بتاع البريست كانسر هل استخدام الأدوية بتاع الأمراض المزمنة يزيد الريسك بتاع الإكس هنا هو الإي الإكسبوجر الريسك اللي ممكن يزيد لي المرض لازم نحددها باهي أو انترفنشن العلاج هنا هل أو مثلا ما الدواء على البريست فيدينج باهي هل البريست فيدينج يعني الرضاعة الطبيعية تمنع حدوث أو تنقص من خطر حدوث البريست كانسر هذا انترفنشن هذا تدخل تدخل يمنع حدوث شيء او تدخل يشفي شيء هل استخدام التاموكسافين ينقص لي مثلا الريسك اوف ريكرنس ولا الريسك اوف ميتاسيز بتحددها انا اصبح عندك يا انترفنشن اكسبوجر الكومباراتور المقارنه لما قلت انت نبي ندير نشوف هل الام ار اي ممكن يشخص لي بدري ولا لا ولا الاوتوميتد يطلع لي بدري ولا لا انت لازم تقارنها بحاجه قلت بدري بلكي راه كلهم يطلع هيك فبتقارن تقول والله مقارنه بالماموغرافي باي فالكومباراتور حيجد هنا الانترفنشن بتاعك هو الام ار اي اللي بتدرسه والكومباراتور حنقارنه مثلا بالمامو باي حيجد هذا في السؤال بتاعك والاوتكم شنو النتيجه اللي ندرسها لما قلت انا مثلا ريسك فاكتورز ان هل ينقص او يزيد حدوث الاوتكم هنا البريست كانسر باي ولما قلت مثلا هذا لما ريسك فاكتورز يزيد حدوث شيء لو حاجه بريفنشن كيف هنا البريست فيدنج ينقص الاوتكم اللي هو البريست كانسر باي لو قال غادي مثلا قلنا بنشوفه هل اللي اثر في انتشار المرض يبقى الاوتكم هنا مش بريست كانسر هو قاعد بس انا بنشوفه يقدر يمنع انتشاره ولا ما يقدرش الاوتكم هنا هي ديسيمينيشن فانت لازم لما تكتب السؤال انت كلكم قلتون ك جزئيات مش كاملة ما ينفعنش هذين أسئلة بحث هذين فكرة ناقصة لكن لازم تطبق عليها البيكو باش تتأكد ان سؤالك كامل لازم السؤال بتاعك يغطي هذين فمثلا نقول هل يقول السؤال مثلا هل هل استخدام الأورال كونتراسيبتوز يعني حبوب منع الحمل يزيد من احتمالية إصابة النساء اللي أعمارهن ما بين هنا خشيت بوبوليشن ما بين 25 و30 سنة أنا حدرس المجموعة هذ بس اللي أكبر نشبه علاقة ولا أصلا بشبه علاقة فهي بسرطان الثدي اللي هو هذا الأوتكم لبريست كانسر
مقارنة ب استخدام وسائل منع الحمل الأخرى. هذا الكومباراتور هيك تم سؤال بحث كامل. ما هي تقول والله بنشوف الأورا كونتراسبتيف شي ديرا هيك تحط البوبوليشن تحددها الفئة اللي بتدرسها الانترفنشن اللي انت بتستخدمه او الاكسبوجر اللي بتدرسه والكومباراتور بتقارنه بشنو انت تقدرش حاجة تعرفها زادت ولا انقصت اذا كان ما عندكش باش تقيسها. مرات هو والله واجدة 20% تبالك يروح حتى الاخر تطلع في 20% لازم تقارنها بحاجة فهي والاوتكم انها بندرس شنو حدوث المرض ولا حدوث المضاعفات والله شفاء المرض والله لا ندورش في المرض ندور في الاعراض بس اختفاء الاعراض فهي. ومرات يجيك واحد لو بندرس انت ندير دراسة على الالم بس هذا ينقص الالم ولا ما ينقصش المرض ما حولش هو الالم بس حول والله ما حولش فيجد الاوتكم هنا البين أو البين ريليف. فلازم تحدد سؤالك بشي قاعد كامل لازم يكتب بالنمط هذا باهي. بعد ما خلاص طلعنا الأسئلة كلها تم عندنا مثلا عن البريست كانسر شي 10-15 موضوع بحث عن الكولون كانسر شي 10-15 موضوع بحث عن الاندوميتريال كانسر شي 10-15 موضوع بحث عن الأوفيريان نفس الشيء هذا كله في الوومن أند كانسر غير أربع سرطانات درنا بين شي 40-50 موضوع بحث. نجوم مثلا الومن اند اوستيوبروسيس تقدر دير عليها حتى هي شيء 4-5-10 الومن اند انيميا شيء تلقى غير الومن هيلث في تحت ما لا يقل عن 100-200 موضوع بحث. ونبدا نشوف فين هنا ندير برايتريزيشن اللي قلنا اللي مديوره ما نستحقش نديروها نحولوها اللي امكانياتها مش موجوده عندنا راح نحولها مش حنديرها هذا ما نقدرش نديرها بهاي اللي تكلفتها عاليه وما تقدرش تغطيها البادجت بتاعي هنحولهن وحيفضل لي اللي فعلا دوبل مرتبهم بحسب أهميتهن على للكوميونتي هنقدر نغطي تجربة ناخذوا بعدين تشايلد هيلث ديروا في نفس القصة ناخذوا وهكذا ناخذوا بعدين البايو انفورماتكس تحددهن تحت تقسمهن إلى فروع وبعدين توصل للأسئلة اللي بتجاوبهن ترى عندك شيء يطلع 20-30-40 بحث يتندار الاكسرسايز هذا هي نطلع في الاخير بدوكيومنت وثيقه 20-30-40 صفحه 100 صفحه الله اعلم بالبحوث هذه الاجنده بتاعنا تصبح هنا مركز البحوث بتاع الدوله والله بتاع الجامعه لو نحكي على الجامعه هنا هي هذه المرجعيه بتاعها لما جي بعدين يقول لك والله طلبت خريجين بتاعين الاي تي شندروا لهم مشاريع ما تالفهمش مشروع من راسك لان انت شاركت معايا في حطه هذين انا عارف شنو المشاريع اللي حيخدمني علاش نستهلك في جهدهم في مشروع ما يعطينيش فايده وخاصه لما كان المشروع يكلف بتصرف عليه الجامعه باي الطلبه هم اعضاء تدريس بيديروا ابحاث مش بالمزاج انا عندي اجنده عندي برايورتيز الا لما يجيب لي حاجه فعلا حاجه مميزه وانا مش قادر ممكن نستثنيها لكن في العادي حنلقاها اللي يجيبها لي قاعده في ضمن الحاجات او اني بدير ماجستير بدير بي اتش دي غالبا تلقى فيه اجندات واتيات انت عباره عن تخش مشروع هذا مشروع نكمله في مشروع البريست كانسر عندنا فيه 20 بحث لازم نكملهم في خلال سنتين احنا من دارين منهم 15 مازال عندنا 5 بحوث ناقصات ما كملنش ما نبداش نصرف عليه حاجه اخرى وانا نكمل الاجنده بتاعي في طلبه ماجستير اخرى تعالوا عندكم هذه مواضيعكم كملوهم يصبح أنا هي ونصرف عليهن أنا حاسب لهن بادجت بتاعهم من الأساس عندي ما يصرف عليهن مهمات حيطلع لي بفوائد لأن نتائجهن لما ننشرهن إن تولم جيت بحث في بحوث واجدة تنشر بدون قيمة غير بس أنا درنا بحث بايش ما نستفاد منه البحث هذا وفي كل مجال بروحة بتاع الأطفال برواحهم نساء وحدهم بتاعين الكيمياء برواحهم فيزياء وحدهم مش عارف الاي تي وحدهم الفسيولوجي وحدهم الاناتومي كل واحد عنده مجموعة الأبحاث بتاعها تقول هذه الأجندة راهي بتاع 3 سنين جيت مثلا بعدين أنت حتكتبها بعد ما كملنا هناهي حطتهن هناهي مثلا قلنا اخترنا الومن هيلث الومن اند كانسر وومن اند بريست كانسر بعدين بدينا في الريسيرش كويشنز مثلا what is the prevalence of breast cancer in Libyan women What are the clinical characteristics of breast cancer in Libyan women?
وات ار انا البوبيليشن بتاعي ليبيان وومن انا انا ما تقولي بس معروفه معروفه في في الفيميلز في العالم الاخر الله اعلم بلكي احنا يفرق النمط بتاعنا ندرو عليه كما درستاش تقدرش تقول كيفهم باي وات ار ذا هيستولوجيكال كاركترستكس اوف بريست كانسر ان ليبيان وومن وات ار ذا ريسك فاكتورز اوف بريست كانسر ان ليبيان وومن وات از ذا مورتاليتي اوف بريست كانسر ان ليبيان وومن باي What is the response of Libyan women to different therapy of breast cancer? يعني هذين اللي اخترن في بالي درسنا كيا عشوائي لكن قلتوا حاجات أخرى وجداتي مرات أنا هذين ستة ممكن دينا دير 20-30 مرات كملاً كمال الإكسرسايز كملت الوركشوب لمينا خلاص وصار اتفاق على الرانكينج بتاع البريوريتي في كل مجال روحت الناس ترد الأدفايزر جروب من جديد اللي بدأت الشغل توا بتختم جمعت عندها كل المواد توا بتكتب الصلاة والسلام تبي تكتب الريبورت اوف ذا اكسرسايز الكلام المكتوب بتكتبه هي ذا ريبورت شود انكلود هو سيت ذا برايورتي الناس اللي اشتغلت على الكلام هذا من الاوثرز كانهم مؤلفين تاعين البيبر كانهم نفس الشيء تبي تدير انت عندك 100 ستيك هولدر بتحطهم في البدايه الادفايزر جروب فلان 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 ستيك هولدرز تحط أساميهم كلهم كل واحد بصفته باهي بعدين الميثودولوجي explain how these priorities were established كأنك تكتب في بيبر ولا تكتب في ريبورت كيف درتها أنت أنا مجيبها لي نقول لك أنا مش واخذها تقنعني بأنك اندارت الطريقة صح والله راه شكلنا ستيك هوردرز راهو داروا التكنيك الفلاني رادلنا برايثرزين الكريتيريا كانت هكاهي الميثود بتاع السلكشن كانت هكي تكتب الطريقة اللي وصلت بيها البرايورتي هذا هي اللي كنا حكينا عليه نتوى احنا وبعدين تحط لي القوائم بتاع البرايورتيز في الأخير بعدين بعد ما توتي الريبورت الريبورت هذا بيمشي وين الجهة المسؤولة اللي بتنفذ الكلام اللي بتصرف عليه تأخذه باش تخشى وين تخشى في البلان بتاعها ديروا في استراتيجيك بلان بتاع كل كم سنة فيها جزء منها الريسيرش عندهم بلان بتاع الريسيرش هم جبت لهم انت هذين راهو عندي اجندة بتاع الريسيرش كاملة بتخش في البلان بتاعهم بيحسبوا لها البادجت كم وبيسلموها للريسيرش سنتر اللي مسؤول عنها وبيبدا هو ينفذ فيها وهم بيبدا يتابعوا في التنفيذ اوكي بعدين الايفالويشن تقييم العمل نفسه اللي درته انت تبي حد يدير لك reviewing the previous set of priorities periodically to ensure that priorities are up to date احنا درناها قلنا مثلا تبيش ديرها كل سنة انت research priority ديرها مثلا كل 3 سنين والله حاجة كاينين تكون كملت على الاقل اغلب اللي بتشوف هل ندار update ولا ما قلنا احنا من ضمن الابديت لا تقول لا هذه مواضيع اشتغلناها المرة فاتت معش بحوث ندارا نردي مديورات في الاجندة السابقة بتاع سنين الاولات ما لما يجي الناس تقامر تبدأ تفكر من جديد حيفكروا لك بنفس الأشياء لا هذه اندارت تبدأ تحول فيهن وتدير في أبديت تدخل في حاجات جديدة ربما في أشياء في المرة الأولى من 3 سنين فاتا قلت لا هذه ما نقدرش نديروهن ربما توا تقدر تديرهن أنت حصلت ناس إكسبرت في الموضوع إمكانياتك المادية زادت ما واتيفر باهي تمت مو دوبل كان زمان مش دوبل توا دوبل تخش حاجة جديدة فتبي حد يتابع الابديت هذا هي وكل فتره تندار الاكسرسايز هذا من جديد بعد كم سنه يتعاود مره اخرى evaluating the process used to set priorities can increase the quality of the acceptability of that process العمليه نفسها اللي احنا درنا بيها كيف اخترنا البرايورتي قلنا جبنا ستيك هولدرز ودرنا ديلفي تكنيك ولا جروب ديسكشن وكيف درنا الاحصائيه وكيف وزعنا تبي تراجعها هل البروسيس كانت كويسة ولا البروسيس كانت فيها مشاكل ربما أثرت في النتيجة في المرة الجاية لا معناها احنا بنعدله صار عندنا مشاكل في المرة هذا هي وشكون الناس من حاجات وكذا جنة ملاحظات بنجهز رواحنا المرة الجاية ما يصيرنش بشتيق عدل البروسيس أفضل في المرة الجاية بتدير أبيل ميكانيزم لنفترض ان في وحدين كان عندهم آراء ولكن الإجماع ما جاش عليهن وحولناهن باهي مرات هم مش مقتنعين يبي يتظلموا في مجموعة راه في اريا اهملتوها وفي مجموعة مثلا الله احنا جماعة البايوكيمستري راه همشتونا بكل في الهنيمة خضينا الشيء في الابحاث هذين وخليتونا ما تبيش يقدر يشكي ويقرم هو خاص بتدير له آلية بتاعت ابيل
تاع التظلم، ميكانيزم قاعد انك راه في حاله نيل بحاث ولا كذا يدزوا تظلم بالطريقه الفلانيه وحتمشي لجروب فلاني ويدرسها وكذا، بحيث مرات يكون عندهم حق ويصير تعديل، ومرات تجد عندك رد تقول له لا راهو. فلازم تعطيه اليه. الامباكت اناليسز تبي تشوف الفائده اللي صارت من الشغل الاول، الريسيرش برايورتيز اللي طلعتهم والريسيرش اللي اندارن، هل يبر يعني اعطانا الثمره اللي انت ترجوها ويبرن صرف الفلوس اللي صرفتها على هالبحوث؟ والله لا، والله احنا ركزنا في المره اللي فاتت على بتاعات البايوكيمستري وراهن صرفنا عين واجد، لكن راهن ما كانش ذو جدوى. في المره الجايه بتاعت بايوكيمستري شكلا بننقصوا منهن مثلا. يعني بتشوف انت الجدوى من من الشغل اللي درته انت، اعطاك النتيجه مرجوه ولا لا. اوكي، هيك تقعد كملت الاكسرسايز بتاع البرايورتي سيتنج. في مرات في وحدين يديروا في حاجه بعد ما يكملها البرايورتي سيتنج قبل ما يكتبوا الريبورت النهائي، في مرات اللي ينزلوا فيها يعرضوها للناس، حطوها على الويب سايت وقولوا كل الناس اللي انترستد تخش عندها قاعده راي مده شهر مثلا والله ني، ودزوا لنا اي ملاحظات عليها. وسعوا ستيك هولدرز هنا غير الجروب ال100 والله ال50 اللي اشتغلوا عندهم وكذا، خلينا نشوف وراء الناس كلها يا سيدي. مرات تجيك حاجة فيها فايدة يعني، ومرات لو لقيت كل الملاحظات وني ما انت عارفهم وما تبيهنش وكذا، لكن على الأقل الناس حست روحها انها شاركت وكذا، وان هذه يسموها ترانسبيرنسي، ان كيف هذا متدرون يديروا فيه من ورانا هذين، هم صح اللي يدرون مش من وراك، هم اللي يدرون اكسبرت وهذا شغلهم، بس الناس ديما عندها سسبشن هذاي، ديما ندروا علينا كل مرة نزلنا حاجة وخلاص وفصلوا علينا، لا لا انا درتها وخطيت لك شوفهم. تعطي نوع من الترانسبيرنسي، تعطي نوع من الكريديبيليتي، حتى لما بعدين تبدا تطبق فيني يقول لك ها هذا عارفين نزلوه حتى على النت وشافوها الناس من قبل ما يعتمدوها وكذا. ففي مرات حتى هذا يديروا فيها في النهايه قبل ما يطلعوا الفاينل ريبورت، باش يحطها من ضمن الميثود اللي كتبناه، يكتب انها عرضت حتى على برودر سبيكترم اوف ستيك هولدرز. انا هكي حاولت نلخص الموضوع في هالساعتين ثلاثه باهي، لكن طبعا التفاصيل كل تفصيلي بتدريب بروح. الأهم حاجة هي طريقة كيف الجروب حيشتغل ويصلوا للقرار. قلنا يستخدم ديلفي تكنيك والله فوكس جروب ديسكشن والله المالتي فوتينج، طرق وجدات كل بتدرب الناس عليهن مسبقا لما تقرر انت قررت الجروب بتاعك منو بتدربهم قبل باش يشتغلوا لك صح. لكن هذه الفكرة العامة، السياق العام كيف انه ينحط ريسيرش برايورتي، وتقدر تطبقها في اي مجال اخرى. يعني احنا هنحكوا على الهيلث لكن تقدر تطبقها في اي مجال بنفس الفكره، يعني بنفس المنطق بتاعها. اذا كان في اي سؤال ولا بوينت للدسكشن ولا حاجه انا يو ار ويلكم. فينا فيك.